في البداية لابد من تحية إلى القوات المسلحة المصرية في كل زمان ومكان. هذه المؤسسة التي حمت هذه الدولة وهذا الوطن وهذه الأمة عبر التاريخ، كانت هذه المؤسسة ملكا لهذه الأمة، ولم تكن في يوم من الأيام ملكا لأحد، حاكما أو غير حاكم. كانت وما زالت هذه المؤسسة تعمل وفق عقيدة نادرة متفردة غير مسبوقة. أقول هذا الكلام بمناسبة هذه الذكرى. نحن لا نخجل من تاريخنا، ولن نخجل من تاريخنا، ولا يجب أن تخجل الأجيال الجديدة من تاريخ أيا كان لون هذا التاريخ، سواء كان بلون المرارة أو بطعم المرارة أو بطعم النصر. في كل الأحوال كانت نكسة 67، 5 يونيو 67، كانت بمثابة هي النطفة التي انطلقت منها هذه الانتصارات المتتالية في حرب الاستنزاف وحرب العبور في 73. ما جرى في 67 كان بمثابة تفجير لقدرات هذا الجيش العظيم، ومناسبة أيضا لإظهار ربما، يعني كما نقول جميعا، رب ضارة نافعة. ما جرى في هذا اليوم تحديدا لا يجب أن نحاول طمسه، بل يجب أن ندرسه ونتدارسه ونحكي ونتحاكى، مثلما نحكي ونتحاكى في الهزيمة أيضا نحكي ونتحاكى ونستخلص الدروس والعبر من هذه الملمات. أقول أيضا إنه هناك من يخجل ويطأطئ الرأس حينما يتذكر من التاريخ ما يختلف ويخالف طموحاتنا وأحلامنا وكلامنا وتاريخنا وانتصاراتنا، لكن لولا الهزيمة ما كان النصر، ولولا الملمات ما كانت النجاحات، ولولا هذه الظروف القاسية ما كان الرجال رجال. أقول وأردد دائما جزى الله الشدائد كل خير. الظروف الصعبة هي اللي بتعلمنا الرجولة، والظروف الصعبة هي اللي بتعلمنا الصبر، والصبر زي ما المصريين بيقولوا وبيكتبوا على التوك توك والعربيات، الصبر مفتاح الفرج حقيقي. بقول إنه لازم أرفع من هنا من هذا المنبر لواء، لا يجب أن نخجل من تاريخنا أيا كان، أي تاريخ. لابد أن أكون عندي شجاعة، شجاعة لنشر والحديث أيضا بملء أفواهنا عن كل ما حدث في التاريخ. مش هينفع يجي يوم وأقول أنه الإخوان ما صعدوش للحكم، ومش هينفع أتكسف في يوم وأقول أن محمد مرسي كان قاعد على مقعد رئيس الجمهورية. مش هينفع أقول عكس هذا الكلام، لأنه تاريخ قد حدث. وطالما أنه التاريخ قد حدث يبقى فيه عبرة وفيه عظة، لازم أتعلم الدرس من والعبر من ما جرى. درس 67 كاملا وعاه المصريون وفهموا تمام الفهم وعميق الوعي مما حدا بهم وبقيادتهم في هذا التوقيت، انه ما فيش وقت يضيع ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وكانت حرب الاستنزاف، حرب السنوات الست الاشرف في تاريخ العسكرية المصرية، هي التي استنزفت العدو الاسرائيلي، وهي التي قادتنا الى حرب اكتوبر 73 بالعبور العظيم الذي نتغنى به. اقول من يتغنى بنصر 73، ومن يتغنى بعبور 73، ومن يتغنى بانتصارات 73، إذا لم يتغنى بانتصارات ومعارك ودماء وعرق 7 سنوات قبلها، فهو مخطئ في حق نفسه وفي حق هذه الأمة. السنوات الست حرب الاستنزاف، وسنة 67 سنة الهزيمة أو النكسة، 7 سنوات عجاف مرت على العسكرية المصرية، ذاق فيها الجندي المصري كل صنوف المرارة. مرارة الهزيمة في 67،
ومرارة الصبر، لأن الصبر مر عبر سنوات ست، سنوات ست يخوض فيها الجيش معركة عظيمة، معارك عظيمة، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر. سنوات ست هي حرب الاستنزاف، كانت سنوات مريرة أليمة على كل عسكري مصري. أقول لهذا الجيل ما جرى في 67 أدخل الجيش المصري الأمة المصرية في عملية كفاح ونضال مستمر، أقول مرير، على مدار هذه السنوات حتى 73. أهالينا اللي قعدوا في القوات المسلحة في الخدمة العسكرية 9 سنين وثمان سنين متواصلين من أجل إن احنا نرجع أرضنا سيناء الحبيبة. اوعى تخجل من تاريخك، من فضلك اوعى تخجل من تاريخك أيا كان، اقراه وانت رافع راسك، لأنه احنا كان عندنا شهداء. هذه الأرض ارتوت بدماء الشهداء، بعرق الآباء والأجداد، بنحافظ عليها وهنحافظ عليها. اللي بيحصل النهاردة في سيناء يا جماعة هو رد جميل من الأمة المصرية لأبناء سيناء، رد جميل من الدولة المصرية لقطعة غالية منها وهي سيناء، التنمية، التعمير، تغيير البنية التحتية، محاولة خلق آفاق جديدة. حتى لو غضب البعض من أنا بعمل مطار على أعلى مستوى عالمي وبعمل ميناء على أعلى مستوى عالمي وبطهر سيناء من المخربين والمهربين وتجار المخدرات وإلى آخره، عملية كاملة من 2018 اسمها العملية الشاملة في سيناء، قضت على الإرهاب بشكل شبه كامل. بقول إنه النهاردة وإحنا في شهر يونيو بدأ زي سبحان الله ما يكون في كده ترتيبات إلهية، النهاردة في يونيو بنتكلم على نكسة 67، ولن نخجل وإحنا بنتكلم، لأنه قادتنا إلى بحرب الاستنزاف هو الجسر اللي عبرنا منه، من الهزيمة إلى النصر، من النكسة إلى النصر. الجسر اللي احنا عبرنا عليه هو جسر حرب الاستنزاف، أشرف معركة في تاريخ الجندية والعسكرية المصرية. اتكلموا مع أولادكم وقولوا لهم، المعلمين والمدرسين اتكلموا مع الطلبة بتوعهم ويقولوا لهم، احنا في الإعلام نتكلم ونقول للناس ان احنا يا مصريين لا يوجد في تاريخنا ما نخجل منه، حتى ولو كانت هزيمة. خلقت الامم من اجل ان تحقق انتصارات عبر مسارات وجسور من الالم، ومن هذا الالم وصوره هزائم قد تحدث في معارك، لكن في النهاية اهم شيء ان الشعب لا ينهزم نفسيا. الهزيمة المعنوية للشعب اخطر انواع الهزائم، ودي اللي احنا بنحذر منها ليل نهار. بنتكلم ونقول بناء حائط من الثقة، حائط من الامل، حائط من التفاؤل، لانه المعارك الحالية والانية ليست معارك بالدبابات والصواريخ والطائرات، انما معارك الذكاء الاصطناعي، معارك رقمية، حروب جيل رابع وخامس، كلها عبر شائعات بتطلق وتنطلق، عبر مسيرات ربما في حجم البعوضة لا تراها العين المجردة. كل ده بقى موجود. العقل هو الحروب، حروب العقل، الحروب والنزاعات، نزاعات الثقافية. لما اتكلم هنا في هذا المكان عن الثقافة وأهمية الثقافة والوعي الثقافي والوعي الوطني، اتكلم عن معارك ثقافية، اتكلم عن تغيير ثقافة شعوب، مش نوع من الرفاهية أبدا على الإطلاق، وإنما متطلب من متطلبات الوجود. الحرب الآن أصبحت لها أشكال أخرى وأدوات أخرى وجنود آخرين. بقول تاني، طول عمر عسكريتنا وجيشنا ومؤسساتنا، المؤسسة الأكثر انضباطا في العمل الجماعي في مصر عبر التاريخ، لازم نحافظ عليها، لأنه مفيش دولة وقعت، تاني مفيش دولة وقعت وبركت وانهارت وانحنت وانكسرت وعندها جيش أبدا. طالما دولة عندها جيش ما تفكرش، هترجع هتقف هتصلب طولها لكن تاني بقول انتبهوا، لانه الجيش المصري جيش
غير اي جيش في العالم. هتقول لي انت بقول لك الجيش المصري جيش بيختلف بمكوناته بتشكيلته بعقيدته، بيختلف عن اي جيش في العالم. هذا الجيش لا يباع ولا يشترى، هذا الجيش لا يؤجر ولا يستأجر، هذا الجيش لا يوجد من بين قادته او اعضائه مرتزقة، هذا الجيش لا يعمل الا لحساب تراب هذا الوطن. هذا الجيش مكوناته من بيتي وبيتك، ولادي وولادك، مش غرب، مش شغلتهم الا ان هم مصريين فقط. هذا الجيش بيستحق ان احنا ندعمه ونفرح بيه ونفخر بيه وندافع عنه. لا، خد بالك ما يجري الان هو هجمة شرسة على الجيش المصري ومؤسساته وعلى مؤسسات الدولة وعلى حتى قائد الدولة وعلى كل ما هو ثابت وموضع ثقة في هذه الدولة. بالتالي بقول انه في فرق كبير ما بين الازمات، فرق كبير ما بين الظروف، وفرق كبير ما بين ان انت تتلخبط. اللخبطة انه يدخل لك ابو قرش على ابو قرشين، اللخبطة ان هو يخلط الاوراق، الورقة المسمومة مع الورقة البيضاء، الورقة اللي فيها عهر والورقة اللي فيها احاديث مقدسة، ده بيتلخبط مع بعضه وبتجد ان الامور عندك في حالة ضبابية شديدة جدا، فتبدأ تطلع شحنات الغضب اللي عندك على ان سعر الطماطم غير شوية، وتتكلم بشكل او تسمح حد او تسمح لحد انه يتكلم بشكل سلبي عن جيشك او عن رئيسك. ليه؟ لانه في لخبطة حصلت، سعر البامية زاد شوية، ولا سعر السكر زاد شوية، ولا سعر اللحمة زاد شوية، ولا الفتة زي الراجل بتاع النقيب اللي بيتكلم عليها شوية، تقوم تلخبط الناس. من فضلك مش عايزين نتلخبط، عايزين كل حاجة تحط في ميزانها، كل حاجة تحط في وضعها في مكانها. اوعى تتلخبط. في عندك جيش، ارجوك ارجوك ارجوك، ده اسمه خط احمر. عندك رئيس مصر، رئيس دولتك، المكان والمكانة محفوظ، لابد انه يكون خط احمر تماما. هيبة رئيسك، هيبة جيشك، من هيبة وطنك وامتك. انا بقول وبشكل واضح جدا، لنا خصوصية في المكان، لنا خصوصية في الإقليم، لنا خصوصية في المشاكل، لنا خصوصية ثقافية. البلد، الوطن، الأمة دي مميزة. في ناس بيزعلوا لما نقول هذا الكلام، يخبطوا رأسهم في الحائط. مصر الدولة الأم وأم الدنيا والدولة الأساس والدولة الراسخة والدولة اللي جه بعدها التاريخ. كل الكلام اللي بقوله هقوله ولن أتوقف يغضب البعض، فليغضب من يغضب وفي اقرب حائط يرتطم به. دي يا جماعة مش هقدر ابدا ابدا اتخيل انه اوائم واسكت او اعمل نفسي مش واخد بالي على حد بيحاول ينزع مني ريادتي. وريادتي مش بقول انا مش اغنى واحد ابدا ولا اقوى واحد ابدا، لكن انا بقول انا اقدم واعظم واكثر حضارة واقدر اقوم تاني. ظروفي صعبة، عندي مشاكل مادية، عندي مشاكل في حاجات كتير، ايوه، وبنعاني وبنمرارة والى اخره، لكن في النهاية انا عندي وضع لا يمكن حد يتجاهله او يتغافله. مش عارف انا بدأت ليه هذه البداية، لكن لقيت ان فيه حملة وحملات كل يوم، حملات لا تتوقف، حملات موجهة بشكل مباشر. ما عادش يا جماعة زمان لما كان حد بيحاول يهاجم اي حد يبدأ يقول لك ايه، يهاجم صحفي، يهاجم اعلامي، يهاجمني، يقعد يشتم يطلع اي كلام ماشي، يهاجم نائب في البرلمان، يهاجم البرلمان، يهاجم وزير، يهاجم الحكومة، يهاجم رئيس الحكومة ماشي، يهاجم رئيس مؤسسة، يهاجم محافظ، يعني احنا واخدين على الهجوم ده ماشي. لكن دلوقتي اصبح الهجوم اليومي المستمر الدائم على رئيس الجمهورية وعلى الجيش المصري. ما لفتش نظرك؟ ما خدتش بالك؟ ما تسألتش؟ هم سابوا القواعد، سواء رئيس وحدة محلية، رئيس قرية، رئيس مدينة، محافظ، وزير تنمية محلية، رئيس وزارة، خمس
سابوا نائب، سابوا رئيس لجنة في البرلمان، سابوا البرلمان، سابوا رئيس البرلمان، سابوا الوزراء كلهم ورئيس الحكومة، وسابوا كل القيادات ووكلاء الوزارة، سابوا كل الإعلاميين، ما عادش دلوقتي غير رئيس الجمهورية مباشرة يا جماعة. كل شيء بيحصل هجوم على رئيس الجمهورية وشخصه، وشوية أسرته، وشوية كل ما يصدر عن الرئيس، كل قول، كل فعل، كل حركة، كل تحرك، كل قرار، كل إنجاز، كل تصريح يتلقفه هؤلاء أنتوا عارفينهم، ياخدوا هذا الكلام بسرعة تشويه للكلام للتشويش على عقلك. ده باختصار هو قال لك بقى اقعد انا اضرب في نشأت واشتم عليه واشتم على مش عارف مين واشتم على علان واطلع اشاعه هنا واعمل ديب فيك هنا واغير صوت فلان واطلع اشاعه على فلانه والكلام ده كله. لا ما عادش بيجيب، لان الشعب المصري خلاص خليني اخش اركز. مطارق للهجوم على مؤسسه الجيش، مطارق للهجوم على مؤسسه الرئاسه والرئيس نفسه. لذلك من حوالي اسبوع احتديت هنا في هذا المكان لما طلبنا تعليق من احد الوزراء على احد التصريحات اللي نشرت في وكاله انباء رويترز وما ردش ومحدش رد. فانا في هذا المكان لاني بقوم بدوري مش شغال عند حد، دوري هو اعلامك كمواطن بحقيقه الامر ايا كانت. واحنا هنا بندافع عن الدوله المصريه مش الاشخاص اللي في الدوله المصريه، عن الدوله المصريه. فلما وزير ما يردش فاحنا مش عارفين نقوم بدورنا، فهاجمنا فقلنا يا جماعه ما يصحش، هو كل وزير من الوزراء قاعد نايم، انا اسف يعني في التعبير ومحدش يزعل مني، قاعد في مكتبه ومستني الرئيس اللي يرد. هو كل واحد يوفر كلمتين يقولهم او يوفر قراءه ويخلي الرئيس يرد، سيبه يرد، ما هو اللي بيرد، هو اللي بيشيل، هو اللي بيلاقي، هو اللي بيقابل، هو اللي بياخد بتعبير سياده الرئيس. انا اخد في صدري ماشي، الرئيس شجاع وجريء ونبيل وبيحمي الناس اللي بيشتغل معاهم وبيقول يا جماعه انه انا اتحمل مسؤوليه بشرف وكرامه ونزاهه، ما فيش اي مشكله عندي طالما خدنا قرار ادافع عنه حتى لو انا اتهاجمت ما عنديش مشكله. الرئيس بيقول هذا الكلام مرارا وتكرارا وبيحكي في المنتديات العامه على الهواء مباشره من اول يوم تولى فيه المسؤوليه، انا المسؤول. طب لما يكون رئيسي دايما يديني هذا المثل ده، هو عايز يقويني وعايز يشجعني كشغال معاه. انا ما فهمتش الرساله كمسؤول تحت الرئيس، يعني الرئيس بيقول انا المسؤول، انا اللي هاخد القرار، انا اللي خدت القرار، انا اللي اتحمل مسؤوليه. لما يكون رئيسي لو انا وزير بيقول هذا الكلام، الطبيعي بقى مش هنستخبى بقول هو بيتكلم بقى خلاص انا مالي، بدل ما الناس تشتمني انا مالي. المفروض اخد هذه الرساله واتعلم اقول لا، شايف الرئيس بيعمل ايه اعمل زيه، انا متحمل مسؤوليه. والرئيس مره قال المسؤول لما ياخد قرار يكون درسه يواجه الناس ويطلع يقول الراي العام ويشرح، خليك قوي، خليك جريء، خليك شجاع، اطلع كلم الناس، ما تستناش ان الرئيس يطلع يدافع عنك او عن القرار اللي انت واخده. اتنين، ما تسيبش الامور فيها فجوه يدخل فيها ولاد اللي بالي بالك يحط فيها ما شاء من اباطيل واضاليل واكاذيب. هي دي المشكله يا جماعه، دي المشكله، ان كل واحد فينا اصلا يقول لك ايه، يعني الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. ازاي يا عم؟ يقول لك انا دلوقتي هطلع في الحلقه اتكلم عن ايه؟ يا عم ما تكلمش على الواد اللي اتكلم امبارح في ماتش الاهلي، الواد اللي واحد اتكلم في المؤتمر الصحفي بشكل لا يليق، يعني واحد ما اعرفش صحفي مش صحفي، الخلاصه يعني يقول لك يا عم ما تكلمش عشان الناس ما تزعلش منك. طيب حاضر ماشي. والراجل الراجل بتاع صحيفه الجارديان اتكلمت وقالت شويه حاجات على الجندي المصري اللي حصل عمليه اطلاق نار مع جنود اسرائيليين واردهم قتلى، والموضوع ما تكلمش عن الموضوع ده. ليه يا جماعه؟ يا عم الباب اللي جالك منه روح، يا عم خلينا في السليم، يا عم خلينا ده ناس قاعدين معايا بيشتغلوا معايا بيتكلموا معايا، يقول لك يا عم يعني انا مش بتكلم على مسؤولين طبعا، بتكلم على اصدقاء ولا زملاء ولا غيره، يقول لك يا عم بلاش موضوع الاهلي، بلاش موضوع الجندي المصري، بلاش موضوع مش عارف نقابه المهندسين،
بلاش موضوع مش عارف ايه، بلاش موضوع ايه، بلاش موضوع ايه، بلاش موضوع ايه. لماذا يعني يا جماعة؟ هو احنا لا، على فكرة اقسم بالله، اقسم بالله تاني، وانا بتكلم بشكل واضح اهو، وربنا شاهد على ما اقول على لساني وقلبي، والله والله ما حد لا تواصل ولا وجه لا بشكل صريح ولا بشكل غير صريح ولا مباشر غير مباشر في اي ملف من هذه الملفات، لا تلميحا ولا تصريحا. كل واحد يطلع، كل نفس بما كسبت رهينه. اطلع يا عم، مش انت راجل بتواجه الراي العام؟ مش انا بطلع بتكلم عن الراي العام والراي العام بيسمع؟ تحمل مسؤولياتك. هو انا لا مؤاخذه يعني قاصر؟ هو انا مش عارف الامور وعارف يعني ايه اعلام وخطورته واهميته وخطوره الكلمه اذا انطلقت لا تعود؟ احنا فاهمين، كل واحد فاهم وكل واحد مسؤول. اطلع اتكلم وتحمل مسؤولياتك. هو انا ما طلعتش اتكلمت على كل حاجه، مين اللي هيطلع يتكلم؟ انا كمان استنى كاعلام، شغلتي الاعلام، شغلتي اعلام الناس، اخبار الناس، الكلام مع الناس، التواصل مع الناس، دي شغلتي، دي وظيفتي، دي اكل عيش، دي شغلتي. لما انا اخاف اقعد في بيتنا احسن. وهكذا بقول، لو في مسؤول مش قادر يتكلم، مش قادر يدافع عن قراراته، اقعد في البيت احسن. مش كل شيء الرئيس، كل شيء الرئيس. دلوقتي لو انا بيجي لي رسائل على الصفحه، لو حد باحث بيعمل لها تحليل، كل حاجه استاذ فلان الفلاني، الكلام بقى اللي انتوا عارفينه، في الاخر انا عندي مشكله في النقل بتاعي من اداره كذا لاداره كذا ومش عارف ايه، وبرجاء توصيل صوتي للرئيس السيسي. واحد عايز ينقل من اداره لاداره في وزاره في محافظه نائيه. واحد تاني يقول لي انا عندي مشروع وحصل عندي مش عارف مين ابتزني ومين خد كذا، وارجو توصيل صوتي للرئيس السيسي. واحد تالت يقول لك انا عندي مشكله مع مراتي وابتدي عفش البيت ومش عارف ايه، وتوصيل صوتي للرئيس السيسي. ايه يا جماعه، في ايه؟ في ايه؟ تطلع بقى لغايه فوق ناس يعني في مناصب متخانقين مع بعض، ناس يقول لك ايه كذا كذا، والحل الوحيد سيكون الرئيس السيسي. واحد تاني يقول لك احنا عايزين الطريق بتاعنا والرصف باظ وفي حوادث وعايزين معدي الرئيس السيسي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل خلى الناس مش شايفين غير الرئيس؟ ده الناس اللي عندهم شكوى عايزين الرئيس. طيب والناس اللي بيهاجموا بيهاجموا مفيش غير الرئيس، ليه؟ ليه؟ خلينا نتكلم برضه بشكل واضح. يعني لو المسؤول في هذا المكان ظهر وبان وعليه الامان واتكلم واجه واشتغل واشتبك ورد واجاب واقنع، مش هتطلع للي فوق منه. لكن لانه كل دول اعتقد ايادي مرتعشه، اعتقد ايادي مرتعشه، فبيعمل ايه؟ الايدي المرتعشه لا تقوى على مسك القلم، الايدي المرتعشه لا تقوى على قول الحق، ولا تقوى على شرع. انت خدت قرار، انا خدت قرار بهدم بنايه في الطريق العام، انا كمسؤول اخد القرار واسيب الشرطه هي اللي تشيل المسؤوليه لا، اقف في وسط الناس ودافع وقول واشرح للناس ومهد للقرار. ما فيش حاجه اسمها وزير مش سياسي او مسؤول مش سياسي. السياسه في حياتنا كلها، اتكلم مع الناس. على فكره يعني انت مش اكثر وطنيه من الناس، اقعد مع الناس واشرح وادهم حقهم، هتلاقي الناس تمام. بقول تاني، في مشكلة عندنا في التواصل؟ اه في مشكلة عندنا في التواصل. في مشكلة عندنا في ان كل واحد فينا يقوم بدوره؟ اه في مشكلة عندنا ان كل واحد يقوم بدوره. لذلك انا اراقب واشاهد واجد ان العبء الاكبر اكتر من 90% من الاعباء موجود على رئيس الجمهورية قولا واحدا. لذلك لما بلاقي الناس بره بتهاجم، امبارح بشوف في ناس طبعا شغالين شغل شياطين. الواد معتز مطر امبارح عمل فيديو في الحلقه بتاعته وقال الاتي كده بالظبط، لازم اقول لك عشان تبقوا عارفين يا جماعه. انا مش بتكلم هنا من بنات افكاري، ومش بتكلم هنا يعني ان انا بألف. انا عندي الورقه اهو قدامي اللي ابراهيم والجماعه مجهزوه لي، ملفات اهي عديده اهي ملفات. لكن انا اسف يعني معظم الملفات بتشوفوها، لكن النقطه دي خطيره جدا. الناس اللي بره اللي بيخططوا لك وبيخططوا لي شغالين في حته تاني خالص. بص عايز اوصل ايه؟ مصر بتقع. الدوله ايه؟ بتقع. مين اللي بيقول الدوله بتقع؟ اهل الباطل، البوق بتاعهم معتز مطر، وهتلاقي محمد نصر بالليل بيترقص على ال عارفين حركات استعراضيه وتمثيليه، ويعمل مش عارف ايه وايه وايه، ويتكلم بيقول لا يحاول يعني يبقى واد يعني الواد الفكيكو يعني. خلاص
ويجي معتز مدني يقول لك انا قلت وما صدقتونيش، انا قلت وما صدقتونيش، انا هي لله، الكلام اللي انتوا عارفينه. واحد بيتكلم بلغه والتاني بيتكلم بلغه والتالت بيتكلم بلغه، واحد عنده لغه جسد معينه والتاني عنده لغه مش عارف ايه معينه، بيحاول يبني صوره وبيكملوا مع بعض وبيسمعوا مع بعض، في النهايه حاجه واحده بس. بقى لهم 7-8 سنين مصر هتقع الشهر الجاي، الاقتصاد المصري هيقع هيفلس الشهر الجاي، انه السيسي هيحصل فيه الشهر الجاي، انه مش عارف مين يحصل، كل ده شفناه وكلها اكاذيب 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 اكاذيب، ولا يخجلون لا يخجلون لا يخجلون. معتز مطر اللي بيتكلم ده بيقول كان كل مره يقول لك الحق 11 11 خلاص، 25 يناير خلاص، مش عارف يوم مش عارف كام، كل شويه خلاص، وفي الاخر يطلع مخزي يقعد مخفي شويه ويرجع تاني، يطلع زي الشيطان زي الشيطان تاني، يشتغل يرضع على العفريت ويطلع يتكلم. ايه انا عندي النهارده ايدي كوهين في اتجاه، معتز مطر في اتجاه اخر، والجاردن في اتجاه تالت، التلاته بيكونوا صوره. لما انت تقرا التلات صور وتشوفهم يا نهار اسود، هي البلد هتقع امتى يا جماعه؟ انت منتظر المصيبه تحصل. الولد معتز الشيطان تاني، بقول اللي مش متربي، اللي هو ابن حرام تاني وتالت، وانا عارف دي بتضايقه بس هو فعلا ابن حرام كنائيا يا معتز. انت ما لقيتش حد يربيك يا معتز، ما لقيتش حد يربيك يا معتز بالفعل، وبقول فعلا انت عديم الربايه. طالع يقول ان مصر هتقع والبلد هتقع وبتقع، وفي خطه، هو بيقول في خطه، وسينا واسرائيل تحتل سينا ومش عارف مين ودخل مين والجند اللي حصل وشغل. لما استغلوا ما جرى في السودان للجنود المصريين ساعه الفوضى والحرب الاهليه، والجيش كان حكيم، الجيش المصري اللي ايده تقيله قوي، ايده تقيله قوي، الجيش المصري متحرك تقل الفئيل، لو داس مش عارف اقول لك، الجيش المصري لو اتحرك، لو اتحرك الجيش المصري بقول لك حاجات كتير ودول كتير تحت رجليه زي النمل بالظبط. لكن في قوه بتحكمها حكمه، حكمه بالغه. شغلوا الصوره للي حصل في السودان، وانا قلت يوميها في هذا المكان يا مصريين ما تزعلوش، احنا متألمين لكن حصل للجيش الامريكي في الصومال، وحصل للجيش الامريكي في تركيا، وحصل للجيش الامريكي في العراق، وحصل 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 وحصل، الايرانيين عملوا كذا في الامريكان، بيحصل. ارجوكم احنا ناس عندنا قوة غاشمة لكنها حكيمة، ارجوكم. وهم استخدموا الموضوع، شايفين الجيش بيحصل في ايه، شايفين، الحقوا يا مصريين. جيش الشعب المصري على مستوى المسؤولية. تعال بقى شوف النهارده بقى يستخدم الجندي المصري اللي طبقا للبيان العسكري في الاشتباك اللي حصل من كام يوم، وقرينا البيان اشتغل عليه. هو انتوا ليه ما بتقولوش البطل الشهيد؟ ليه ما عملتوش الاعلام المصري عنده تعليمات؟ ايدي كوهين، هات ايدي كوهين يا ابني، هاته هاته هاته. ايدي كوهين ده واحد ساقط مرتزق، ايدي كوهين ده واحد عديم الضمير، عديم الانسانيه، لا يملك ذرة كرامة أو شرف، كذاب أشر، كذوب بأجر، زيه زي معتز مطر، زيه زي معتز مطر بالظبط. يقول لك إنه رئاسة الجمهورية في مصر أدت تعليمات لنشأت واللي أحمد موسى واللي عمرو أديب، هات يا ابني أهو، رئاسة الجمهورية في مصر تصدر تعميما لكافة أجهزتها الإعلامية وبالذات نشأة الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز وعمرو أديب يوسف الحسيني وإلخ، بتخفيف حدة العداء الشعبي الشعبية مع إسرائيل وللتذكير بوجوب احترام المعاهدات. يا أود يا 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 أخرق يا أحمق، يا إيدي كوهين يا أحمق، يا كذاب يا كذاب. أنا بقول لك مش جات لي تعليمات، مش تقول جات لي تعليمات وبتقول عشان نخفف حدة العداء الشعبية لإسرائيل، إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، اسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، محتل احتلال غاشم للأراضي الفلسطينية طبقا للقوانين والأعراف الدولية. وبقول تاني انه ارجع يا احمق الى بيانات الخارجية المصرية اللي بتشجب وبتهاجم الخروقات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. احنا بقول لك تاني، بقول تاني، بقول احنا بنحترم تعهداتنا ومعاهداتنا
وبنمد ايدنا بالسلام اه، لكن احنا ابدا لن ننسى ان انت محتل ارضي، ارض فلسطين. اذا كنت مش عارف اعرف، مش قاري اقرا. تاني بقول محاولة الوقيعة بين القيادة والشعب، محاولة الاصطياد في الماء العكر تاني، لا محاولة استخدام هذه الحادثة اللي بتحصل في كل حتة بالمناسبة، بتحصل في كل مكان بالمناسبة. والقيادة في مصر والقيادة في اسرائيل قالوا ان احنا دي حدث عارض، واحنا قلنا هذا الكلام. لكن محاولة ان انت تقعر وتحدب وتكبر في المواضيع وتشعل نار، اعتقد انه لن نعطيك هذه الفرصة. انت واللي مشغلك، انت واللي مشغلك، لان انت كذاب. قبل كده برضو كذبت وغنكت وقلت ان انت رحت ناشئة راخد طلب تأشيرة من اسرائيل. يا احمق يا حقير يا كذاب يا منافق، اثبتت انك كذاب ولم تخجل ايضا، ولن تخجل ايضا. في كل الاحوال ايدي كوهين زيه زي معتز مطر، الاثنين رضعين من الشيطان، الاثنين رضعين من الشيطان، ومعهم محمد ناصر كمان، ده يعني هو الشيطان ذاته. بقول يا جماعة سيبوا مصر في حالها، تدبر أمرها وتحل مشاكلها وتكمل مشروعها الوطني. طبعا مش هتسيبوا مصر، وإحنا مش هنسيبكم، نحن لكم بالمرصاد، نحن هنا لكم بالمرصاد، فاضحين لأفعالكم ولأقوالكم ولتوجهاتكم ولمخططاتكم ولمن يمولونكم، وإحنا عارفين وإنتوا عارفين. لما تسمع معتز مطر وهو واقف بيتكلم، شفت مش قادر، مش قادر يعني. انا ابراهيم بيقول لي الفيديو نجيبه، قلت لا 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 لا، الناس يعني لا يستحق الا الازدراء والاحتقار. مصر هتقع والجيش المصري هيقع وسيناء هتحتل تاني، وكل ده عشان السيسي. واحد اصلا لازم يحط السيسي في جمله مفيده يا جماعه، ما هو تاني بعيد التذكير تاني مره اخرى يا مصريين، افتكروا ان في مثل هذه الايام من 8 سنين افتكروا كانت شكل مصر ايه، رايحة فين. اللي حصل ان فيه ثلاثة تاني هم من ادوا الى وفاة الاخوان. اول واحد مين يا ابراهيم؟ محمود فهم النقراشي باشا الله يرحمه، جمال عبد الناصر الله يرحمه. الاتنين دول خدوا قرارات بحل جماعة الاخوان المسلمين، لكنها اتحلت واشتغلت. اللي كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الملعونة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما وقف مع الشعب المصري في ثورته في 30/6. هي دي القصة، دي الحكاية يا جماعة. الطار طار دول لأنه كانوا خلاص بيقولوا هنقعد 500 سنة في الحكم. أرجوك اوعى تنسى إن ده كان مخططهم، أرجوك اوعى تنسى إن كان الإخوان وأتباع الإخوان كانوا عايزين مصر تبقى إمارة في امبراطوريتهم. كانت ولادنا هيروحوا فين ونسائنا هيروحوا فين واخواتنا هيروحوا فين؟ اوعى تصدق، اوعى تصدق اللي حصل من 8 سنين لو ما كانش حصل، تخيل المصيبة كانت هتبقى فين، تخيل الكارثة كانت هتبقى فين. من فضلك ارجع كده فلاش باك لورا، لو كان اللي حصل ما حصلش، لو كان الاخوان ما خدوش على دماغهم بالجزمة كان حصل ايه؟ كانت البلد دي بقت فين دلوقتي؟ كنا احنا فين دلوقتي؟ كنا متبعين لمين دلوقتي؟ كل مشكلتك دلوقتي شوية بامية وشوية طماطم وشوية عيش وشوية لحمة وغيره غاليين والامور صعبة. معلش كل الدول، المانيا يا جماعة قعدت تاكل بطاطس كام سنة؟ بطاطس بس. روسيا قعدت في الحصار بتاع سان بطرسبرج كام شهر؟ قد ايه؟ مش لاقين ياكلوا. الشعوب والدول المتقدمة لازم يدفعوا فواتير، البقاء ليه فواتير، عارف الفواتير تقيلة على الناس، وعارف ان الناس زعلانة، وعارف ان الناس في الازمة الاقتصادية، لكن بقول تاني دي فاتورة البقاء، دي فاتورة البقاء، دي فاتورة البقاء يا مصريين. اوعى تنسى من فضلك، اوعى تنسى من فضلك ان اللي حصل في ثورة 30/6 لو ما كانش حصل احنا كنا هنبقى فين دلوقتي. اوعى تصدق هؤلاء الغوغائية المرتزقة اللي شغال خبط على دماغك ونفوخك ليل ونهار، ليل ونهار. الراجل اللي النهارده بيهاجموه وفي ناس بتهاجمه النهارده رئيس الدوله، هو ده اللي كان الشعب المصري كله بيقول له انت اتاخرت ليه؟ ما تسيبناش، كمل جميلك، اوعى تسيبنا. الناس كانت تيجي تسال هو الراجل ده هيسيبنا يا جماعه؟ هو الراجل ده مش هيكمل جميله؟ هو مش هيكمل الموضوع؟ هو اوعى تنسى هذه اللحظات لما استدعاه الشعب
جه وقف قال ما عنديش حاجه اقولها لكم الا حاجه واحده بس، هنشتغل ومش هنيمكم وهتعبكم وهتتعبوا معايا. كلنا قلنا امين. فاكرين ولا نسيتوا؟ 8 سنين في حياه الشعوب ولا شيء، ولا شيء. 8 سنين في حياه الشعوب لمحه ومضه بتعدي، واحنا كنا ماشيين زي الفل وهنمشي زي الفل وهنقوم وهنكمل. اوعى تصدق ابدا ان مصر دي هتستكين ودوله كده يعني هي، لا لا لا، احنا بنعيش فترات بنتعب بنصدع بيحصل لنا قلق، لكن لا نموت ولا نحني ولا ننكسر. ان شاء الله ان شاء الله مكملين وهنبقى زي الفل باذن الله. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كان في ثلاث فعاليات رئاسيه، كان السيد الرئيس قد التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكلام كان الحقيقه عن موضوع شاغلني بقالي اسبوع. يوم الثلاث اللي فات كنا عندنا حلقه في برنامج المشهد بنتكلم فيها على الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات. الموضوع شاغلني جدا لانه قالوا ان في ملايين الفرص العمل هتختفي وتمتد طوابير البطاله، والناس تانية قالت لا المفروض نجهز نفسنا لوظائف المستقبل، وده الموضوع ده شغل شاغل للسيد الرئيس. والوظائف المستقبليه هي وظائف رقميه، وظائف رقميه يعني محتاج بنيه تحتيه رقميه، محتاج تدريب، تدريب تحويل الى اخره. ده كان موضوع لقاء الرئيس مع عمرو طلعت والدكتور مصطفى مدبولي اللي هو بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية وتدريبهم على المهارات الرقمية. اهو خلاص ده موضوع النهاردة كان قدام حضراتكم بيناقشوا السيد الرئيس مع الوزير المختص الدكتور عمرو طلعت وبحضور رئيس الوزراء والكلام عن بناء قدرات الكوادر البشرية. الموضوع الثاني، اللقاء الثاني كان ضيف السيد الرئيس ضيفة مصر سيدة دورين بوجدان مارتن الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وحضر برضو الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد عادل درويش ممثل الاتحاد مدير الاقليمي في الدول العربيه. اهو الاجتماع، والسيده دورين اللي هي في مصر بمناسبه انعقاد المؤتمر الخاص باستراتيجيه المعلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا اعتقد انه زي ما قال السفير المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه انه الرئيس يعني حرص واوضح حرص مصر على التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركه بفعاليه في اعماله وانشطته في ظل دوره الرائد كاحدى وكالات الامم المتحده المتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمثله من منصه عالميه للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال. واشار السيد الرئيس الى اهتمام الدوله من خلال استراتيجيه مصر الرقميه. ده الاجتماع الثاني. والفعالية الثالثة مشاركة السيد الرئيس مع رؤساء خمس دول أفريقية، مع خمس دول أفريقية هي رئيس جزر القمر ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس السنغال ورئيس أوغندا ورئيس زامبيا. إيه الموضوع؟ مبادرة أفريقية للوساطة بين أوكرانيا وبين روسيا. يبقى فيه مبادرة من القارة الأفريقية فيها خمس دول بالإضافة إلى مصر، يبقى الرئيس السيسي مع خمس رؤساء دول أفارقة بيناقشوا الآلية التي يمكن أن تتدخل فيها القارة الأفريقية كوسيط نزيه لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو. أهو السيد الرئيس مع أشقائه الأفارقة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، والرئيس بيلقي كلمة مصر وبيقول رأي مصر في هذا المنتدى. اعتقد انه دور الافريقي بازغ، وافريقيا مش ملعب بس للناس اللي عايزين يتنازعوا، لكن افريقيا زي ما بقول من فترة زيها زي الاقليم اللي احنا فيه. الاقليمية الجديدة هي اللي بتطل برأسها على اعادة التحول واعادة التشكيل في العالم في اعقاب الحرب الروسية الاوكرانية وما ادت اليه من نهاية نتائج الحرب العالمية الثانية. خليني اقول لحضراتكم انه النهارده ايضا في لقاء جرى في مصر
بين الأشقاء، خلينا أقول مش الفرقاء، خلينا نوحد حتى المعاني، في حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة طبعا برعاية المخابرات العامة المصرية. مصادر فلسطينية اللي كشفت عن التفاصيل وقالت اللقاء بيعقد بين قارة حركتي فتح حماس والجهاد في القاهرة، والمصادر كمان قالت ان حماس استقبلوا في مقر اقامتهم بالقاهرة قارة حركة الجهاد، وتم الاتفاق على دورة التئام ووحدة الصف وانجاز المصالحة وحشد الطاقات في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وناقش الطرفين سبل تعزيز وترسيخ العلاقة بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضاء الشعب الفلسطيني المختلفة. ونبي بس الأخ إيدي كوهين، ونبي الخبر ده برضو النبي برضو اشتغل علق عليه برضو، شوف ايه التعليمات والتوجيهات يا كذاب، شوف برضو ايه اهو حماس وفتح، حماس والجهاد الاتنين الفئتين المقاومتين اهو في مصر. مصر عايزة سلام، بس سلام الشبعان مش سلام الجبناء. مصر عايزة سلام، سلام عادل مش سلام ظالم. مصر عايزة سلام وعايزة هدوء وعايزة تعاون وعايزة تطبيع حقيقي مش وهمي مش صوري. يا ايدي انت وكل ايدي، يا هؤلاء الاوغاد اللي مش فاهمين، مصر دولة ما بتتاجرش بالقضية الفلسطينية، مصر دولة مش عايزة تدير القضية الفلسطينية. احنا عايزين نحل القضية الفلسطينية الحل الشامل والعادل. ايه هو؟ بفكرك عشان انت غبي ما بتفتكرش. اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 4 يونيو 67، عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة لها سيادة كاملة. ده رأي مصر، رأي الطفل المصري في بطن أمه قبل ما يتولد عارف الحق الفلسطيني. لا يمكن لأحد أنه يزايد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. واحد بقى من الإخوان، واحد من الشياطين، واحد من المرتزقة، واحد من الأوغاد، واحد من المؤلفة وقلوبهم، أي هؤلاء بيتكلم شغال بس على مصر، مصر القضية الفلسطينية ما عرفتهاش حاجة. واحد تاني زي يقول لك شفت الجندي المصري عمل ايه، واحد تالت يقول لك الحد المصريين حصلوا في السودان، واحد رابع يقول لك الجيش المصري بيعمل مكرون، واحد بيقول لك الجيش المصري بيعمل جمبري، واحد الجيش المصري غاشم، واحد بيقول لك بتسلح الجيش المصري ليه، هو الجيش المصري ما دخلش في حرب في ليبيا ليه، طب ما دخلش في السودان ليه، طب ما دخلش في اثيوبيا ليه، ما دخلش في اسرائيل ليه. طب عايز يجرجرك في حاجه، حد عايز يجرجرك يوقعك في مشكله. انتبه، من فضلك انتبه، من فضلكم انتبهوا، انتبهوا لما يحاك لهذه الأمة، لما يحاك لهذا الوطن. هناك مخططات ومؤامرات، من لا يؤمن بها فهو جزء منها، نقطة. خد بالك، خد بالك انه مفيش حد بيسمع الصبح من نوم يقول انا استغفر الله العظيم كافر، ده بيكفر بالتدريج حتة حتة. مفيش واحد بيصحى من نوم الصبح يقول انا مجرم، بيبقى مجرم قطعة قطعة، خطوة خطوة. حتى في القرآن يقول لك ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة خطوة. الشيطان مش هاخدك من ايدك ويقول لك تعالى ابقى حرامي، مش هاخدك من ايدك يقول لك تعالى اقتل، لا لا، هاخدك بالتدريج، يزين لك اعمالك واحدة واحدة. يا عم مفيش مانع، بس انت مفيش مانع تسرق دي محدش ياخد باله، يا عم مفيش مانع، لا خد بالك الفضيحة، لا خد بالك الراجل ده اقتله، يبقى انت قتلت. هو ما كانش في دماغك ان انت تقتل، الشيطان بياخدك حتة حتة. فهو بالتالي جايبين شويه مرتزقه شياطين رضعين من اسداء شياطين كلهم، يطلع يقول لك حته حته، كلمك حته، بص شايف المكرونه بتاعت الجيش، شايف الجمبري بتاع الجيش، شايف الطماطم بتاعت الجيش، شايف البطاطس بتاعت الجيش، يا ابن نقط انت وهو. لو كان البطاطس والجمبري والطماطم والسمك وغيره والاسمنت والحديد ما اتعملش في الجيش، ما كنا هنعمل ايه؟ وبعدين بقى كل شغالين بيقول لك نشأت بيقول البطاطس دي عشان امك تاكل منها، لمين؟ للواد اسمه يا ابراهيم، اسمه الولد بتاع لندن ده اسمه ايه؟ الواد اسامه جاويش. لما هو بيتكلم بيقول اه وطالع عمال يعمل خطبه عصماء والبطاطس ومصنع البطاطس وادي الجيش بتاع البطاطس، باختصار شديد جدا البطاطس دي يا جاويش علشان تاني عشان امك تاكل منها. زعلتك كلمه امك قوي؟ زعلتك عادي جدا، زي معتز مطر الجيش بيجيب لي مسترال وبيجيب ايه واسلحه من بره وازاي؟ بقول له يا معتز عشان الجيش والشرطه تحمي امك اللي قاعده في مدينه نصر. عادي جدا يعني، عادي. هو انتوا اصلا يعني انتوا جايين لما قلت زمان على معتز نطفه محرمه في رحم ابوه وخدوها سلوجان، انا ما كنتش ببالغ، دي حقيقه وبعيدها تاني وبقول تاني. وخد بالك المعركه بتشتعل، العيال بيضربوا في مفاصل، بيحاول يفقدك ثقتك في نفسك اولا،
في جيشك ثانيا، في رئيسك ثالثا، وبعدين في اعلامك ومؤسساتك. ده اللي بيحصل. هو احنا قاعدين بنخبي عليكم يا مواطنين يا مشاهدين ونقول الدنيا ربيع والجو بديع؟ هو انا بطلع الصبح ولا باجي في الحلقه بقول لك والنبي الدنيا وردي وتمام مية مية وكل حاجه تمام والحق كذا وغطي لي على الاسعار انا بطلع بقول هذا الكلام؟ يعني هو انا فقدت ضميري وانسانيتي ومهنيتي واخلاقياتي واطلع اكذب؟ ما انا اول يوم جيت هنا في المكان ده اقسمت قسم غليظ امامكم لن اقول الى الحقيقه مهما كانت قلت هذا الكلام. ولو في حاجه انا مش مقتنع بيها قسما عظما عمري ما انطقها ولا اقولها تاني بقول. واول ما بقف هنا عشان اطلع اتكلم اول حاجه اللهم ارنا الحق حقا ارزقنا اتباعه بقول هذا الدعاء ما بتسمعوش بسري. وانا ما اقوله اقتنع به تمام الاقتناع، عمري ما هطلع اقول كلام مش مقتنع به. اطلع انت هاجم الاعلام عايز يخليك تفقد الثقه فيما نقول. خد بالك انت ممكن كلامي ما يعجبكش براحتك، ممكن شخصي ما يعجبكش براحتك، ممكن طريقتي ما تعجبكش برضو براحتك. ارجوك زيل كل هذه المؤثرات، طريقتي وكلامي ولغتي وكذا. فكر انا بعرض عليك، ودايما لما اجيب حاجه اقول لك ارجع شوفها، اثق تماما انك تقدر تشوف. اقدر بس انا كل اللي ما بعمله بربط الامور ببعض، بشوف الصوره من بعيد شويه، عندي شويه معلومات عشان دي شغلتي، انت عندك شغل تاني مش فاضي، لكن انا بقول لك انا بقعد النهار اشتغل والليله افكر واشتغل واسال واعمل واروح واجري وانا دؤوب، يعني عامل دؤوب بدور وبعمل وبسال. ما ينفعش اطلع اقعد اتكلم معاك ساعتين وانا مش مذاكر كويس، عيب. انت تكشف لي ان انا كذاب او مضلل او بطلع اقول اي كلام او حد بيمليني في الاربيس او حد كاتب لي، لا حد بيمليني ولا حد كاتب لي ولا حد وجهني، انا بقرا وبتابع وبشوف وبحاول افهم وبعرض لحضرتك. لا يحركني هنا الا ضميري، والحمد لله حي لا يموت، الحمد لله يا رب امتني قبل ان يموت ضميري، اللهم امتني واقبضني قبل ان يموت ضميري. انا بقول بشكل واضح وهي نية خالصة لهذا الوطن، مؤمن تمام الايمان ان الوطن احنا مقصرين في حقه واحنا محتاجين له اكتر ما هو محتاجنا، احنا محتاجين له يا مصريين اكتر ما هو محتاجنا. في غيامة كده وفي ضباب كده على عيون الناس شيلوها، في هران كده على قلوب الناس شيلوه. احمد ربنا انك بتقوم من النوم الصبح واقف على حقيقة مش في المستشفى، احمد ربك ان انت بتروح شغلك في شغل، احمد ربك ان في مواصلات، احمد ربك. واحد هياخد الكلمتين ويقول لك شفت بيقول ايه، انا ما بقولش. هو انا لما مؤاخذه يعني انا بمن، هو انا مين؟ ما انا مواطن قد كده من ضمن المواطنين المصريين. بقول ان احنا لما بقول الحمد لله ان انا ما عنديش اهلي وامي واخواتي وناسي مش لاجئين زي دول كانت عظيمه، كانت دول محترمه وعظيمه ووضعها الاقتصادي احسن مني، راحت في الوباء ضاعت. دلوقتي النساء بتوعها فين؟ فين؟ فين يا مصريين لما اشوفوا ناس كان نفسي اكحل عيني برؤيتهم في يوم من الايام، النهارده للاسف لاجئين هنا وهناك، ما كانوا برضو حضاره وكذا، لكن اللي حصل ضربوا الجيش بتاعهم، اللي حصل ضرب اسفين بين القياده وبين الشعب، اللي حصل انه احبط الناس. تاني بقول ومش امل الكلام، بفكرك وبفكر نفسي، افتكر عاجبك ولا مش عاجبك، افتكر ليبيا قبل القذافي، ساعه القذافي قبل ما يسقطوا القذافي، ولا ليبيا دلوقتي؟ من غير تفاصيل، من غير ما تخش في تفاصيل، كانت ليبيا مستقره وكان فيها ايه وكان فلوسها ايه وناسها فين؟ كان الليبي تشوفه تتصور معاه ليه؟ دوله مستقره ودوله تمام، ما فيش مشاكل في الحدود، ما فيش. ليبيا القذافي ولا ليبيا دلوقتي؟ ما تقوليش بقى اصل انت ضد الثوره ومش مع الثوره، ثوره ايه؟ انا اللي ناتج نهائي. ليبيا قبل القذافي ما يسقط ولا دلوقتي؟ مش هجاوب، انت جاوب. اليمن قبل علي عبد الله صالح، قبل ثوره الربيع العربي والزفت العربي والهباب العربي، كانت اليمن ولا دلوقتي اليمن؟ سوريا قبل 2011 ولا دلوقتي؟ العراق قبل الاحتلال ولا دلوقتي؟ يا جماعه انا بقول كل واحد يجاوب، انا ما عنديش اجابه، هو انا مش بفرض عليك اجابه، مش بحط في دماغك كلام، مش بحط في بقك الاجابه، انت جاوب، انت راجع شوف، راجع وشوف القصه ايه؟ احنا اتاخرنا قد ايه؟ رجعنا ورا قد ايه؟ عشان كده بقول لك مش عايزين نتراجع تاني. عندي ازمه طاحنه في الاقتصاد، والله عندي مشكله عجز في التمويل والفجوه التمويليه اللي عندي بالدولار،
عندي سعر الدولار 3 بره 1 وجوه 1 مش عارف ايه صحيح، عندي مشاكل في الموازنه صحيح، عندي وانا انكرت هذا الكلام، لكن بقول لك احنا ما زلنا في حتى هذه اللحظه كلها مشاكل امم بتعديها، الامم بتهضم، كل واحد فينا في بيته بيهضم مشاكل وبيعدي مشاكل وبيروح وبيجي وفي الاخر بيقف على رجليه، احنا كده. اوعى تقول انه تمشي ورا هؤلاء ونفسك تتغير ومعنوياتك تتغير وتشعر بالاحباط وتشعر بالمهانه وتشعر انه نهايه العالم وخلاص. لو سمحت لو سمحت روح هات تركيا وهات جنوب افريقيا وهات ايران وهات الارجنتين وهات اندونيسيا وقارن مع مصر، قريبين من بعض، الدول كلها عندها مشاكل، كل واحد بيحل بطريقته، بس كل الدول ما عندهاش الاخوان قولا واحدا، كل الدول ما عندهاش المرتزقة قولا واحدا، كل الدول لا تواجه هذا الكم من الشائعات قولا واحدا، كل الدول لا تواجه هذا الكم اليومي من الشائعات. ما فيش رئيس دولة في العالم بيجابه ما يجابهه الرئيس السيسي من شائعات وتشويه وتشكيك لكل شيء. ما فيش دولة في العالم حققت كل هذه الإنجازات في هذا الوقت البسيط من التاريخ من عمر الزمن، وكل مشروع أهيل عليه التراب من هؤلاء. ما فيش دولة أنجزت كل هذه الإنجازات في هذه الفترة، ما فيش دولة رقمت التركيب الرأسمالي وأصول الدولة زادت بهذا الشكل 8 تريليون جنيه خلال 8 سنين وبرضو الدولة بتتهاجم. اعرفوا انه في ناس يؤسفها، ناس يسيء إليها انك انت تتقدم لقدام، فيه ناس في دول في مؤسسات في دول حواليك ومؤسسات موجودة ونهاية طرفية موجودة ان الدولة دي ما تكبرش. لو الدولة دي كبرت، الدولة دي يا جماعة الدولة دي عايزة لها 100 مليون دولار 100 مليار دولار 100 مليار دولار. انتوا عارفين 100 مليار دولار دول يعني ايه يا جماعة؟ يعني انت هتبقى اقسم بالله اقسم بالله تاني، احنا بنجري وبنشرب المر عشان نجيب 3 4 مليار عشان نسدد ونعمل ونشتغل. الدولة دي لو عندها 100 مليار دولار سيولة اقسم بالله ما حد يقدرنا، اقسم بالله ما حد يقدركم يا شعب مصر، ما حد يقدركم والله. الدول الاوروبية ولا امريكا ولا دول الشرق ولا دول الاقليم ولا غيره كله يقف انتباه. انتوا مستأهنين بنفسكم، انتوا شعب كبير، احنا 110 مليون، احنا حضارة وعندنا امكانيات، احنا طبقا لتقديرات الثروة عندي الثروة انا اغنى ثاني دولة عربية بعد السعودية من حيث الثروة المتراكمة موجودة عندي. انا كل مشكلتي مشكلة شوية سيولة عندي. بقول لك لو عندك 100 مليار دولار موجودين سددت حاجتك وعملت شغلك وزودت ميزانيتك وبنيت وخلصت، انت محدش يقدرك والله، ما حد يقدرك والله تاني، ما حد يقدرك. عايزك تثق بنفسك تاني، بقول في دول عندها تريليونات تريليونات عندها التريليونات وصلت لي اقصى ما يمكن من خزائن الفلوس تبقى عندها، وانت وصلت الى ادنى مستوى من الفلوس عندك، انت متخيل الفرق ايه؟ مش قريبين من بعض. في دول وصلت خلاص السقف تخزن فلوس ما عادش تاني مكان التخزين، وفي واحنا وصلنا لمرحله من اصعب المراحل. انت وقعت، انت قمت من الصبح ما لقيتش عيش في الفرن، انت قمت ما لقيتش في بوتاجاز في البتاع، ما لقيتش عربيه، ما لقيتش امن، ما لقيتش كل حاجه موجوده رغم ان انت واصل للقاع الصخري وكبير ومؤثر وبيتخبط فيك وبيتحاول يتخبط فيك، لكن واقف بطولك ومحترم ومكانتك محفوظة ومقامك محفوظ. فبقول لك خد بالك، الفلوس بتروح وبتيجي، لكن والله تاني احنا بشوية صحوة مصرية بالعقل المصري بالاخلاص بالناس الشاطرة بالناس الجدعان بولاد البلد بالناس المفكرين بالناس القادة كلنا مع بعض هنعدي. وبقول تاني البلد دي لما في ايام محمد علي لما 1840 قعدوا مع بعض قال لك لا 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 الدولة دي خطر، الدولة دي يا عم دخلت اوروبا ودخلت الجزيرة العربية ودخلت الشام والسودان، لا 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 ده الناس دي مش سهلة، لا اقف قص. اول حاجة الجيش، ما يزيدش عدد الجيش عن كده، اوعى مالكش ده تخشش، حاول اقصقص ريشك عشان ما تطيرش. لما جه الخديوي اسماعيل يعمل عملية إقامة دولة حداثة وحضارة على غرار باريس، مين كان بيجوا ياخدوا الموضة من مصر؟ كانوا بيجوا الأوروبيين يتفسحوا في وسط البلد في مصر، كان الموضة بتطلع في مصر،
كان الحاجة الاتيكيت بيطلع من مصر ايام الخديوي اسماعيل، حاول يعمل اوبرا وغيره وغيره وغيره، باريس الشرق كله كان بيجي مصر يقول لك ده جايب الفستان بتاعي من مصر، الجهاز بتاعي جايبه من مصر، راح اقضي الويك اند في مصر. ده كان حاصل ايام الخديوي اسماعيل. هوب 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 المشروع ديون ايه الحق كعبل. جاء عبد الناصر الدولة الوطنية والقومية العربية، اشتغل القومية العربية، حاول نجمع الناس وكذا، هوب والاستعمار والتحرر. لا لك لا ده بقى هعمل لي حركات تحرر ومد ثوري وغيره. ايه ايه يلا سبعة تلاتة العدوان الثلاثي 67 حاول يكعبل. النهارده عندي مشروع وطني طلع، قال لي الحق يا عم ايه اللي بيحصل في المنطقة؟ ايه اللي بيحصل؟ في حد مارد طالع جديد، ده معدل النمو عندهم وصل قد كده، ايه الحد بيعملوا عاصمة جديدة وبيعملوا مش عارف ايه جديد وبيعملوا، ده بينمي سينا، ده بيطلع سينا، ده بيخلي، ده بيعمل دولة جديدة، عندنا 13 18 مدينة جديدة ذكية، ده بيعمل كذا، ده بيغير. الحق يا عم ده معدل النمو ممكن يوصل 8%، ده قطر. وقف عطل قلله اديله ايه زي انت بتدي لابنك تقول مصروف عشان يعني انا خايف يعمل مش عارف ايه. فانت يقول لك معدل النمو في مصر 3-4% اخليهم عايشين وقاعدين منكفئين على لقمة العيش وما يطلع لهمش صوت، لكن لو معدل النمو زاد وعدى 8% يا نهار اسود هنقدر عليهم ازاي؟ انت في معركة، انت في معركة، انت جزء منها ولا انت جزء عليها؟ ده اختيارات. خليني اقول لحضراتكم خلال الاسبوع الماضي كنت اقرأ في بيانات التصدير، اكتشفت ان احنا بنصدر طرود نحل رقم واحد في العالم. اتخضيت قلت ازاي؟ قالوا اه بنصدر رقم واحد في العالم طرود نحل، وكمان بنصدر عسل نحل وحوالي 17,000 طن وبننتج حوالي 25,000 طن والعالم كله بينتج حوالي 2 مليون طن، فاحنا ممكن نكون صناعة واعدة. فروحت لأحد المناحل اللي بتمثل يعني نموذج لصناعة وتربية النحل وعسل النحل. خليني أسيب حضراتكم في هذا اللقاء، وتصادف وجود اخوة من الجزائر جايين يستوردوا عسل من مصر، قالوا كلام عظيم، قالوا العسل النحل المصري قصة حب طويلة. اسيبكم مع هذا اللقاء واراكم غدا، دمتم في امان الله. صناعة واعدة هي صناعة عسل النحل وتربية النحل والمناحل المنتشرة في عموم الجمهورية، جعلت مصر دولة بتمثل رقم في أرقام تصدير عسل النحل، وأيضا هي الدولة الأولى في العالم في تصدير طرود النحل. من هذه الأرقام كان موضع اهتمامنا بالبحث عن تفاصيل هذه الصناعة الواعدة وكيفية تربية النحل وعمل النحالين والفرص والتحديات المرتبطة بهذه الصناعة. ذهبنا إلى مصانع عسل النحل، كيفية التعبئة، الاختبار، دورات الاختبار، الدورة كاملة كخط من خطوط الإنتاج، وكيف أصبح العسل المصري سمعة عالمية بأنواعه المختلفة، وكيف يحاول النحالين المصريين واتحاد المناحل واتحاد النحالين انه يرتقي بهذه الصناعه من خلال التعاون مع الجهات المعنيه سواء في وزاره الزراعه او هيئه سلامه الغذاء او الجهات الاخرى المعنيه. هناك حزمه من الفرص امام هذا القطاع الواعد. الحقيقه الموضوع مثير من خلال الارقام اللي تابعناها، لذلك كان قراري ان انا اروح واشوف واسمع وتابع واعرض الموضوع، لأنه يبدو أن مصر أمامها فرصة واعدة لأن هي تتفرد في صناعة وتصدير العسل ومشتقاته وتزود قيمة مضافة بدلا من تصدير طرود النحل وتصبح رقم واحد في العالم، حيث صدرت في العام 22 حوالي 1.25 مليون طرد من طرود النحل، يعني نحل بملكاته بيتصدر بره ويشتغل بره. فاعتقد انه لو تم توفير مناخ جيد هيتم زيادة القيمة المضافة من خلال زيادة المناحل وخلايا النحل اللي ينتج عسل وانواع كثيرة جدا. خليني اروح واشوف تفاصيل مع
الأستاذ فتحي رئيس اتحاد النحالين في مصر. أهلا وسهلا. العربي كمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. قول لي بقى إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في منحل من مناحل اللي موجودة على أرض الدلتا، في موسم جني محصول عسل البرسيم. النحال النهاردة بيشتغل في النحل علشان يجني أكتر من محصول زي محصول الموالح والبرسيم والأماكن الأخرى. النهاردة إحنا بنجني محصول البرسيم اللي هو الزهرة بتاعته دي زهرة البرسيم. دي زهرة البرسيم. تمام. هي 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 بدأت تتلاشى، لكن طبعا في حاجات بيضة لسه قدام. هو النحل بياخد الرحيق من داخل من الزهرة البرسيم. من الزهرة نفسها. بياخد الرحيق وبياخد حبوب اللقاح. زي ما هتشوف حضرتك بقى دلوقتي هنا العسل، فين العسل وفين الحضارة. ده عسل مخزن اللي هو ده. ده العسل. ده عسل مخزن. ده عسل مخزن خلاص. ده اللي هو جه جديد. تمام. ده اللي هو جه جديد. تمام. ده عسل صافي. ده عسل صافي. عسل صافي. ما هو ما ينفعش. ما ينفعش. ده العسل. ودي دي حضنة النحل اللي هي الشغالات اللي هتفس حديثا. لو ركزنا هنا هتلاقي دلوقتي طبعا العسل، النحل بيلعق العسل اللي هو نازل. تمام. من المنطقه اللي احنا فتحناها. دي تخزين، دي عمليه تخزين العسل نفسه. شوف النحله دلوقتي بتلعق من العسل. من العسل اللي هو موجود. وهي ما فيهاش خوف لان الانواع اللي عندنا دلوقتي انواع مهجنه وكويسه جدا وصفاتها كويسه. فبالتالي احنا ما عندناش مشكله وما عندناش خوف فيها. دي كل دول الشغالات. ده شغالات. والملكه هتقابلنا واحنا شغالين دلوقتي. كل خليه لها ملكه واحده ولا اكتر؟ لها ملكه واحده. ملكه واحده. ملكه واحده. وفوق ال 50,000 من الشغالات، او الوضع بيبدا من 50,000 شغاله. دي الطائفه المتوسطه فيما فوق. ده اطار. ده اطار برواز، بنسميه اطار برواز ممطوط حديثا. شوف حضرتك البياض الناصع اللي فيه. وشوف سبحان الله العمليه الميكانيكيه اللي النحل بيعملها. عمليه هندسيه مكتمله رائعه. يعني هو ده النحل اللي عامل الكلام ده كله. كل ده طبيعي 100%. 100%. علشان نطمن كمان المستهلك المصري عندنا والمجتمع ان الامور عندنا في قطاع تربيه النحل مع النحالين ومع الناس اللي بتشتغل بجديه هي طبيعيه 100%. وهم احرص الناس على ان هم يطلعوا جوده عاليه، اللي هو قطاع تربيه نحل العسل او النحالين المصريين. سبحان الله. يعني انت بتديله الفريم. الفريم ده بنديهوله باساس شمعي بسيط جدا كعلامه. وبعدين هو يبني كل يعني هو اللي باني هذا الكلام. صحيح. سبحان الله. الحقيقه يعني كلنا عارفين النحل وعارفين الخلايا النحل، وبنتكلم دايما على اي عمل جماعي ناجح نقول خليه نحل. شوف للملك. يعني احنا دايما نشبه النجاح في حياتنا البشريه انه وكانه خليه نحل. ادي خليه النحل قدام حضراتكم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني عالم منظم جدا. اهو يعني كل دول كلهم شغالات. ما هو قدام حضراتكم كل دول شغالات. احنا بنبحث عن الملكه دلوقتي. جاري البحث عن الملكه دلوقتي اهو قدام حضراتكم. الشمع اللي موجود بهذا الشكل البديع، الشكل الهندسي البديع من صنع الله طبعا. هنا لو اتفرجنا على الاطار ده. اتفضل. لو اتفرجنا على الاطار ده هنلاقي اطار ده نموذجي. بمعنى ايه نموذجي؟ يعني مربين النحل يعرفوا ان الاطارات اللي هي الحضنه المقفوله مع سدابه العسل او ردابه العسل مع هدوء النحل على البراويز فهي صفه من صفات النحل الجيده، وكمان صفه من صفات النحال ان هو بيقدر يختار نوعيه السلاله وسلاله النحل الجيده اللي تتماشى مع التغيرات المناخيه اللي موجوده في الواقع اللي احنا بنعيش فيه الان. نفس الوضع لو خدنا بعد كده نفس الوضع ده حاجه نموذجيه جدا. تمام. طالما مقفول من فوق ده نموذجي. نموذجي كده. خلاص ده علامه انضاج العسل. يعني كده العسل بقى ناضج خلاص. ونقدر نفرزه. ده يتم فرزه. يتم استخلاصه عشان يبدا ياخد مراحل التصنيع بتاعته او مراحل التجهيز الاخرى اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ده كده عسل خام ناضج منزوع منه الرطوبه وظروف كويس. طبيعي جدا 100%. 100%. كمان لو بصينا على الاطار الاخير، هو دايما الاطار الاخير بيبقى اكثر كثافه في العسل.
اللي هو اهو اللي هو ده كده. ده كل ده عسل تمام. ده النحل في بيض للحضانة الشغالات. اقلب نفس ده ما شاء الله. ده مكتمل كده خلاص. ده مكتمل ده خلاص. ده كده منتظر الحصاد. الحصاد منتظر ده الحصاد. ده شغالات يعني. الملكة بتبيض هنا البيض. أيوة. عشان تطلع شغالات, لان عمر الشغالة 21 يوم, فبالتالي في كس طبعا 21 يوم, فبالتالي في 40 يوم لثلاث شهور. 21 يوم ده العمليه اللي هي من البيضه لان هي تفقس. ولكن من 40 لثلاث شهور في بعض فترات العام. فبالتالي عندنا الملكه تقدر تبيض من 1000 ل 2000 ل 3000 بيضه في اليوم. ممكن اسال سؤال كده يبدو سطحي مني, هو احنا بنجيب النحل منين؟ من عندنا, موجود في مصر النحل. يعني انت دلوقتي شويه الخلايا اللي قدامي دول, او احنا بنعمل في الربيع او في بدايه مارس عمليه التقسيم, ان احنا بناخد بدل ما بنبيع طرد النحل اللي انا قلنا عليه. احنا طرد النحل عباره عن ايه؟ طرد النحل عباره عن اللي هو خمس اطارات من النحل. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه, هو كده. ده طرد النحل اللي هو بيبدا به الخليه. كده طرد النحل هم ده. ده الخمس براويز ده اللي بقى احنا بنصدره. النحل اللي موجود, الكثافه اللي موجوده مع الملكه. تمام, هو ده اللي بيصدر. اسمه طرد. لما يوصل عندنا النحل بالوضع ده, او في الدور الثاني لما يبقى في عندنا دور ثاني, بناخد بروازين او ثلاث براويز مع ملكه عذراء او ملكه ملقحه, ونعمل نفتح خليه اخرى. فبالتالي انت بيزيد. انت بتعمل فبالتالي بيزيد عندك النشاط. لكن المشار. السلاله نفسها سلاله مصريه. السلاله المصريه الاصيله مش دي هي. دي الهجن ما بين الكارنيولي والايطالي. لكن السلاله المصريه الاصيله بتربى في عيدان من الطين, زي الاسطوانه كده. اللي هي الخلايا الطينيه القديمه. ده الدوله عليها عبء كبير فيه, ان هي تطوره بقى, تحمي السلاله المصريه, ان احنا نحافظ على السلاله المصريه. طبعا ان احنا نأصل السلاله المصريه. ليه؟ لأن السلالة المصرية في عالم تربية نحل العسل حول العالم هي كنز من الكنوز, لأن هي فيها ميزة. الميزة إن عمر البيضة لأن هي تفقس شغالة 19.5 يوم. فبالتالي عندنا مرض خطير في النحل أحيانا, قضى في الثمانينات, قضى على جزء كبير جدا من النحل. النحل المصري دورة حياة الحشرة اللي أنا قلت عليها 20 يوم, لكن دورة حياة النحل المصري 19.5 يوم. فبالتالي لا تكتمل دورة حياة الحشرة الأخرى اللي هو المتطفل على النحل, أو المرض الفاروة. فبالتالي هي مقاومة كبيرة جدا للأمراض, اللي هي موجودة ولكن مهجنة. لذلك احنا كاتحاد او كنحالين او كناس بتشتغل في قطاع تربية نحل العسل, احنا بنطالب بتأصيل هذه السلالة والحفاظ عليه, لان هي ما عادتش موجوده بكثافه كبيره. كل اللي موجود دلوقتي الهجن اللي هي الحديثه, او خلايا لانجستروس اللي حضرتك شايفها ديت. لكن التربيه القديمه التقليديه يعني قلما ان احنا نلاقي فيها, لكن بنطالب بالحفاظ عليها. اقتصاديه في انتاج الشمع, لكن مش اقتصاديه في انتاج العسل. ولكن الحفاظ على السلاله واجب. بتعمل بالشمع ده ايه؟ دي الملكة. فين الملكة؟ دي اللي هي الكبيرة دي. دي الملكة. اقلب بالراحة. هي دي. هي دي. دي. طويلة. هي طويلة وليها حجم معين, توقر من كل الحاضرين. يعني النحل كلها لما يبص عليها يوسع لها ويغذيها ويديها تاكل ويعمل لها الأوامر. أوامر ملكية بالفعل. فعلا. دي ماشية. ده كله ليها غذاء تاكله, غذاء خاص غير غذاء الشغالات. هي تتغذى على الغذاء الملكي. بتعيش ثلاث سنوات. عمر الشغالة زي ما قلنا من 40 لثلاث شهور, من 40 يوم لثلاث شهور. الملكة بتعيش ثلاث سنوات علشان الغذاء المقدم ليها غذاء ملكات. هي المسؤولة عن نظام الخلية بالكامل, هي المسؤولة عن وضع البيض, هي المسؤولة عن تطور الخلية مع النحال. يعني النحال بيوجه الخلية, والملكة مسؤولية كاملة عن الخلية. هي اللي بتدور, في كل طائفة دي كلها. في كل طائفة من الطوائف هي موجود عندنا ملكة واحدة. لما يبقوا اتنين الخلية تتقسم, وفي ملكة تاخد نحل وتطلع. لا يمكن يكون في ملكتين. لا يمكن إلا في حالات نادرة, وفي وتقعد أوقات بسيطة جدا. سبحان الله.
ما ينفعش تطلع بره هي خالص. لا لا هي جوه ال يعني ما ينفعش تطلع بره. هات لي انفض لي البرواز ده، انفض لي بالراحه البرواز ده عشان نشوف حبوب اللقاح وكثافه حبوب اللقاح. طبعا في هدوء في النحل الحمد لله. تمام. دي ده عسل غير ناضج، هو لسه يعني لو بصينا هنا هنلاقي العسل ده ناضج، العسل ده عسل ولكن غير ناضج. لو بصينا هنا هتلاقي فيه شيء من حاجه بني كده. تمام. هي دي حبوب اللقاح. اللي هي دي حبوب لقاح البرسيم. تمام. دي حبوب ده اللقاح لوحده. ده منتج لوحده وده اللي بيتغذى عليه شغالات نحل العسل وهو عمود الخليه. ولكن عمود احنا في الخلية. احنا في موسم الذره او في موسم البرسيم بنركب مصايد خارجيه على الخليه عشان نستخرج هذا المنتج. يبقى عندنا اكتر من منتج بنطلعه من النحل، زي العسل، زي حبوب اللقاح، زي الرويال جيلي او غذاء الملكات، زي سم النحل، زي اليرقات، يرقات الذكور. افتح لي كده ممكن نلاقي حاجه. هي بيوت انزل، بيوت ملكية. بتاخد يرقة لكن بتتغذى غذاء مختلف عن اليرقات الأخرى بتركيز مختلف. هو ده. ده 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 اللي بيجي في غذاء الملكة. اللي هو ده اللي هو يسمى البيت الملكي. الملكة هتبيض في بيضة. وبعدين ده الشغالات شكل البيت مختلف، عن الباقي السداسيات. الله العظيم. الملكة هتبيض هنا بيضة، وبعدين الشغالات هترعى هذه البيضة وتقدم لها غذاء ملكي بتركيز مختلف عن تركيز الشغالات علشان تصبح ملكة بعد 15 يوم. اللي هي يعني اللي الحضنة هنا في الشغالات بتاخد 21 يوم. الحضنة هنا أو فترة الحضنة أو فترة الشغالة أو الشرنقة هنا بتاخد 15 يوم. 15 يوم تطلع ملكة. 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 وتستقل ب ودي نحلة كمان بتطلع. هنا النحلة لما بيطلع، وكمان الملكة موجودة هي. الملكة هنا هي ماشية بهدوء. تمام. دي الملكة. وهنا نحله هنا بتطلع تحت ايديها. هي دلوقتي بتحاول تتخلص نفسها من غطاء الشنقه اللي هي فيها عشان تطلع بقى تبدا تمارس عملها الطبيعي. هي طلعت بالفعل كمان. دي جديده. دي نخله جديده. انا متابع الملكه. الملكه موجوده هنا اهي. الملكه ماشيه بتتفقد طبعا الطائفه بتاعتها، بتشوف عيون السداسيه اللي هي محتاجه بيض، بتشوف الخليه ناقصه غذاء، تبدا تصدر اشارات ان هي توجه النحل ينتج اكتر يجيب. من حبوب اللقاح او من غذاء او من العسل او الرحيق الخارجي. ده بتبقى مسيطره على المجموعه بتاعتها بالكامل، الخليه او الطائفه اللي موجوده اللي هي السيطره الكامله ليها. قد ايه بقى تقريبا بدايه من 50,000 شغاله فيما فوق. 50,000 شغاله فيما فوق بداية. يعني الطائفه القويه تحتوي على 50,000 شغاله فيما فوق. وملكه واحده. وبعض الذكور. قد ايه الذكور تقريبا في الذكور بتيجي في المواسم اللي احنا فيها دلوقتي عشان عمليه التلقيح والتوازن البيئي. ده الذكر اكبر. هو لا ما يلسعش. ده لما نمسكه كده ما يلسعش. هو قصته فقط للتلقيح. التلقيح الملكي. وهو عالى على الخليه لان هو بيستهلك غذاء كتير، ولكن هو لا غنى عن وجوده لأنه هو الوحيد القادر على تلقيح العذارة الصغيرة. الملكات الصغيرة. ده دوره بس. ده دوره التلقيح. ايه ده؟ امال ايه الكبير ده؟ هو ده الذكر. هو ده. ففي هتلاقي في فرق ما بين الشغالة وما بين الذكر. الوان في اسمر منه كمان. ده اسمر خالص. يعني ده عبء على الخلية. بياكل بس. ياكل بس. ما شاء الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. قولوا لي انتوا بقى، انا اسالكم انتوا بقى قبل النحل، انت شغال في القصه دي بقالك قد ايه؟ من زمان. بقى ايوه كام يعني بقالك قد ايه؟ قول لي يا عم اشرف. انت شغال نحال؟ ان شاء الله. قول لي انت بتحب الشغله دي، شكلك مبسوط جدا. جدا الحمد لله. بقالك قد ايه شغال فيها؟ انا شغال فيها من سنه 2003 بالظبط ان شاء الله. من 20 سنه؟ قول لي بقى استفدت ايه؟ على مستواك الشخصي. انا شغلي بس بتعلمني الصبر. ايوه. انت شغلك بتعلمك ايه؟ بالنسبه يعني بتعلمنا الصبر والهدوء والنظام. النظام اهم حاجه النظام. يعني مع النحل اتعلمت من النحل والملكه والنظام والطاعه والسمع. اكيد اكيد، لانه عالم تاني طبعا النحل.
معاك يعني ما كل حاجة، كل نحلة، كل شغالة، كل ذكر له دور معروف في الخليج، وبتبقى عارف انت كل اكيد وبتشغل يعني ايه دورك انت في المنحل؟ انا دوري مثلا بنيجي المنحل كل مثلا اسبوع يعني في المواسم الرئيسيه اللي هي بتاع البرسيم ممكن يجي كل 5 ايام بتكشف الخلايا زي ما احنا عملنا كده زي ما احنا عملنا كده انت بتقف في البدايه طالع من موسم موالح، ممكن مثلا لو الخليه ضعيفه على بروازين تبدا تزودها بالك، لازم يجرى عمليه الفحص عشان خاطر عمليه التطريد ان مفيش مثلا جزء من الخليه يطلع يخرج بره الخليه، فانت لازم تتابع تنزل لها برواز جديد اساس فلازم تقدم متابع عمليه الفحص في اثناء الموسم بالذات وبعد كده في طروب بتطلع منه. يعني ايه اهم الانواع بقى اللي عندنا؟ انواع النحل هو اللي مشهور عندنا في مصر عامه هو الايطالي والكريولي. في ناس بتفضل الايطالي عشان خاطر مثلا بنسبه يعني كله بيقول لك هو هادي جدا طبعا، لكن في ناس بتفضل الكريولي يعني بحيث ان هو يعني ايه ممكن يميل للعسل العسل اكتر اكتر يعني اكتر من الايطالي، انما الايطالي بقى النحل بتاعه. استاذ فتحي انا عايز اعرف اهم انواع يعني افضل نوع العسل في العالم. ما فيش حاجة اسمها دي خلصانة دي يعني ده عسل ده جاهز ناضج جاهز للاستخلاص على طول، وده حبوب لقاح ودي حبوب لقاح وحضنة، دي كلها حبوب لقاح اللي تحت ايديا دي كلها حبوب لقاح وحضنة، ودي حضنة على وشك الخروج. ما فيش حاجة اسمها أفضل أنواع العسل في العالم، كل نوع من أنواع العسل له ميزة. ليه ميزة نسبية وليه خاصية ترجع للصفات المورفولوجية بتاعت الزهرة نفسها، فبالتالي كل نوع من أنواع العسل هو في أجود حالاته طالما لم تتدخل يد الإنسان فيه، وده اللي انتوا بتحافظوا عليه وده اللي احنا بنحاول نحافظ عليه وبنوجه النحالة عليه تمام. لكن احنا في الأسواق أو في المستهلكين بنسمع عن أنواع كتيرة جدا بنوعيات كتيرة جدا بتعمل فعل السحر، وده مش منطقي. احنا ناس نحالين وناس شغلتنا العسل، مش منطقي تماما. العسل فيه شفاء للناس مظبوط 100% ولكن بأصول وشروط. أيوة. الموضوع مش موضوع ان انا حد يقول لي ان العسل اللي جاي من بره ده برقم كبير جدا من الفلوس فمعنى ذلك ان هو الصالح. لا. لا انت ممكن تاخد عسل مصري باقل سعر واعلى جوده ممكنه وهو اللي يعمل التاثير الخواص عندك في الجسم طالما توفرت. ليه؟ لان طبيا تأثيرات حبوب اللقاح اللي موجودة على أرض الوطن هي اللي تأثر عليك وانت بتستهلك العسل. يعني أنا ما يفيدنيش العسل الخارجي، أنا يفيدني عسل المنطقة اللي أنا عايش فيها عشان ارتباط جزيئات الجسم بتاعتك بحبوب اللقاح والمناخ والكلام. فبالتالي العسل اللي موجود عندنا أو العسل اللي موجود في البيئة هو ذا جودة عالية جدا، لكن احنا محتاجين نتعرف عليه فقط لا غير، لكن مش عايزين نقول لحد ان احنا ايه افضل عسل في العالم. مفيش حاجه اسمها سؤال غير منطقي. مفيش حاجه اسمها افضل عسل في العالم. انا ممكن من انواع البرسيم عندنا ياخد ميداليات ذهبيه على مستوى العالم لان هو تحليله الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي والكلام من ده يطابق المواصفات العالميه، فبالتالي هو من افضل انواع الاعسال. لكن احنا المشكله عمليه التسويق او الاعلانات والتسويق احيانا بيطغى على الكل، على المنتج نفسه، فبيوجه الناس لشيء معين بس. فخور بالشغل بتاعك؟ طبعا انا فخور جدا بان انا نحال واساسي نحال وما زلت شغال في مهنه تربيه نحل العسل، لان ده اكل عيشنا واكل عيش الناس اللي شغاله معانا. النحل احد اعمده التنوع البيئي والبيولوجي، فبالتالي كمان احنا بنعمل خدمه عامه وبدون قصد. النحل مسؤول عن 35% من ناتج الغذاء العالمي بواسطه التلقيح. هو اللي بيعمل تلقيح الذره وعباد الشمس طبعا. عندنا محصول عباد الشمس اللي فخامه الرئيس اتكلم عنه في زيارته الاخيره. ان احنا محتاجين خلايا نحل تروح للمزارع. ليه؟ عشان التلقيح وزياده نسبه الاخصاب، فبالتالي الانتاجيه هتزيد، فبالتالي الهدف هيتم. اساسه هو النحل. النحل هو اكبر انت رحتوا المناطق الجديده دي؟ يعني انا كنا لسه قايل مليون العوينات وكنا في الدلتا الجديده يعني رحنا مشروعات. المغرى ورحنا غرب المنيا.
عملنا بروتوكول تعاون مع شركة الريف المصري علشان نبدأ نعمل مسارات جديدة للنحالين ونساعدهم لما يزرعوا محاصيل زيتية أو محاصيل محتاجة تلقيح إن النحالين يحطوا نحلهم عندهم، نساعدهم إن هم ينشئوا منحل في المناطق الحديثة دي عشان يعلموا الفلاحين أو المزارعين إزاي يربوا نحل وإزاي يكتر أو يعمل تكاثر لعملية النحل. بتنقلوا إزاي النحل؟ الخليتين الخلية كلها ولا بتنقل إيه؟ الخلية كلها بنيجي في لما تيجي تروح مثلا عايز تروح في المساء بنقفل المدخل ده. هو مدخل واحد؟ هو مدخل واحد وللخلية نقفل المدخل ده في المساء وبعدين بتشيل الخلية وبتروح للمناطق الرعوية الأخرى اللي هي تزهر. يعني دلوقتي الدلتا بدأت تخلص محصول البرسيم، هيبدأ بقى جنوب مصر بداية من الفيوم بني سويف في الجيزة. وانت بتروح ورا المرعى الزهرة زي تربية الأغنام. الأغنام بيروح ورا المرعى. بيروح ورا المرعى. انت بتروح ورا المرعى. انا بتنقل بالنحل بتاعي طوال العام من الساحل الشمالي من ساحل البحر الأبيض المتوسط لحد أسوان، متنقلين وراء الزهرة ومتنقلين وراء الخير اللي موجود في عايز مصر. أكد على حاجة، مفيش أي تدخل عنصر بشري في تغذية النحل إلا هو بيروح يجيب رحيق ويرجع في المواسم، ولكن علشان أنت تحافظ على حياة النحل لابد الشتاء ما عندناش فيه زهرة فلابد أن أنت تتدخل مع النحل بتديله بديل اللي أنت خدته منه لأن هو النحل ده بيجيب العسل عشان يتقوى به في الشتاء فأنت أخدته منه خلاص. طيب فترة الشتاء عندنا بقت فترة طويلة وصعبة وبيبقى فيها خسائر كبير في النحل، فبتتدخل بتغذية النحل في الشتاء، فبالتالي بنغذيه سكر في الشتاء للإعاشة. في فرق ما بين ان الناس فاهمه طالما النحل بيتغذى يبقى العسل وحش، لا، احنا دلوقتي في الفترات اللي هي فيها الزهره الخارجيه ما بنغذيش النحل عشان يطلع يجيب العسل ويجي ولكن في فترات نضوب الرحيق وفي فترات اللي هي مش موجوده فيها زهره لازم اديله بديل للعسل ده اللي هو التغذيه السكريه او التغذيه الكربوهيدراتيه زي اللي هي بديل حبوب اللقاح اللي احنا شفناها. تمام، لازم اتدخل في الشتاء بالتغذيه وده للاعاشه لكن احنا ما بيتمش التغذيه عليه وقت الموسم عشان ننتج عسل ذات مواصفات عالميه صالح للتصدير وصالح للاستهلاك الادمي اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط، مش عارف، انا مبسوط جدا والله، وروحكم الجميله وحبكم للشغلانه وفخركم بيها وكمان انت قلت لي ان في تحديات وفي فرص، فانت اتكلمت على التحديات واتكلمت على الفرص، اعتقد ان احنا لو كلنا ايدنا في ايد بعض نقدر نعمل حاجه إن شاء الله. نتمنى طبعاً أن قطاع تربية النحل في مصر يزدهر وتزول التحديات ويتكاتف الجميع لحل أمور قطاع تربية النحل في مصر، لأن النحالين دلوقتي بتواجه صعوبات كبيرة جداً إذا كان على المستوى التسويقي أو مستوى تربية النحل نفسه. عندنا تحديات ومشاكل كبيرة جداً إحنا بنحاول نحلها مع وزارة الزراعة ومع المسؤولين، وإن شاء الله إيدنا في إيد الجميع يكون قطاع تربية النحل هو أحسن قطاع تربية النحل في العالم. أنا مشكور جدا والله، اتشرفت بيك وبكلامك وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. إن شاء الله متشكر يا شباب. شكرين. مشاهدي الكرام، لقطة من الأمل الحقيقي اللي موجود، وإمكانيات مصر هائلة وإمكانيات المصريين وطموحاتهم هائلة أيضا، لذلك أنا متفائل وأدعوكم للتفاؤل. تواصل مع الجولة التي نقومها الآن في مناحل وصناعة عسل النحل في مصر، والمنظومة كاملة الآن في المكان اللي بيتم استلام فيه العسل قبل عملية تصنيع. أستاذ فتحي، احنا فين هنا؟ احنا هنا منطقة الفرز والاستلام، بنبدأ نستلم العسل في المنطقة دي وبيتم تحليله الأول أكتر من مرة مخبرياً علشان نقدر نكشف فيه الرطوبة العالية، نقدر نكشف فيه السكروز، نقدر نكشف فيه أي تلاعب موجود عندنا في العسل قبل استلامه وتخزينه زي ما حضرتك شايف كده في نوعيات خاصة من البلاستيك علشان ده ما يأثرش علينا بالسلب بعد كده في التخزين، ويكون عندنا منتج جاهز تصديريا ومحلل مخبريا مظبوط جدا جدا. فدي منطقة استلام العسل. ده جاي من المناحل.
اه ده جاي من الملاحة المباشرة، يعني الملح اللي احنا شفناه بيتم تجميع العسل ده بنفرز العسل في المنحل او في اماكن قريبة من المنحل، بعد كده النحال بيصفي العسل شوية ويبدأ يسلمه للمكان هنا او لبعض الاماكن الاخرى. هنا بيتم الفرز والتحليل، يعني نبدأ نشوف الاعسال مطبقة او مش طبقة. عندنا اهم ثلاث تحليلات، الجلوكوز فركتوز، ال HMF اللي هو الهيدروكسي ميثايل فالفولار، ونسبة السكروز في العسل. عندنا كشوفات أخرى معملية ممكن تتأخر يوم أو اتنين، ده للكشف الإنزيم الإنفرتيز، للدياستاز اللي هي الأحماض والإنزيمات اللي موجودة في العسل نفسها، ودي الحاجات دي كلها طبعا بتتم عندنا في المكان أو في المصنع. لكن في بعض التحليلات لازم نروح الكيو كاب، وإحنا عندنا عاملين في اتحاد النحالين العرب بروتوكول تعاون مع الكيو كاب او ومع غرفه الصناعات الغذائيه ومع المركز التصديري للصناعات الغذائيه، ان النحاله بتروح تحلل باجور رمزيه في الكيو كاب. الكيو كاب عندنا بيطلع لنا العقاقير البيطريه ومتبقيات المبيدات، ده باشراف من الاتحاد انه نعم. يرفع من مستوى النحالين ومن مستوى هو طبعا العسل. اتحاد النحالين بالتعاون مع وزاره الزراعه المصريه احنا بنواجه تحديات كبيره جدا في قطاع تربيه النحل. وزاره الزراعه لا تألو جهدا دلوقتي ان هي تساعد النحالين او يكون عندنا تطوير في القطاع نفسه. عندنا تحديات كبرى زي التغيرات المناخيه. طب خلينا قبل ما نروح للتحديات الاول اشوف احنا صناعه العسل في مصر وحجم النحل في مصر وحجم الطرود في مصر قد ايه، احنا فين في الخريطه؟ احنا في مرتبة متقدمة جدا. مصر بتمتلك اكتر من 2 مليون خلية نحل. 2 مليون خلية نحل بيشتغل فيهم اكتر من 25 الف اسرة. انتاجنا من العسل اكتر من 20 الف طن من انواع العسل المختلفة سنويا. بنصدر منهم ما يقارب 3200 طن كل سنة لدول معينة. في إنتاج الطرود هي مصر الأولى عالميا في إنتاج وتصدير طرود النحل. بنصدر طرود طبعا العادة والمرزوم بواقع مليون ومئتين وثلاثين ألف طرد لإحصائية سنة 22. مليون ومئتين وثلاثين ألف طرد لسنة 22، يعني العام الماضي العام الماضي ده كان الرقم ده. ولكن هنا نقطة برضو نتكلم فيها بعدين. انتاجنا وفير من العسل، عندنا عسل ذو جودة عالمية بيصدر لمعظم دول العالم اللي هي بتشترط اشتراطات صارمة، الحمد لله بينجح. هيئة سلامة الغذاء دلوقتي اعتقد ان هي بدأت توجه القطاع كمان في الانتاج والتعبئة الى الممارسات الجيدة او الحديثة في التعبئة والتغليف والكلام ده، بتدلنا على المواصفات القياسية الحديثة. يعني القطاع كبير وفي شغل وفي تطور، ولكن عندنا تحديات كبرى فقط. طيب خلينا نكمل جولة في المصنع ونشوف تحديات وكيف يتم التغلب عليها واحدة واحدة. هنا العسل بينزل دلوقتي او بيعمل له عملية فلترة وتصفية تمام؟ وعملية مزج في نفس الوقت، نوعيات الأعسال بتخش طبعا. الفلترة هتتم بعد الميكسن اللي هنا، احنا هنا بنعمل عملية مزج للعسل عشان الكميات اللي بتطلع للتصدير تكون كلها مرتبة قوام واحد ولون واحد وكل حاجة ماشية فيها مظبوطة. بياخد هنا حوالي 3 ساعات على درجة حرارة 40 درجة مئوية خارج علشان يقدر يسيل العسل شوية، وبعد كده بناخده ونفلتره في الأماكن دي أوتوماتيكيا طبعا، بيتاخد وبيسحب بياخد بيعدي على 4 مراحل فلاتر تمام، تنقية من الشوائب تماما. وبعد ما يتنقى من الشوائب بيبدأ يخش، بتشوفوا حضرتك في الشاشة هنا كده يخش على أماكن التعبئة والتغليف والماكينات اللي موجودة في الجزء الآخر. تو ما وصل هنا عندي يبقى خلاص اتنقى واتفلتر واختبر وكل حاجة كله تمام كده، جاهز على التعبئة كده، جاهز على التعبئة. معناه ان احنا هنا ما بنستخدمش اي اضافات، ما بنستخدم كمصر
ما بنستخدمش اي اضافات، ما فيش عندنا عمليه بسطره للعسل. بس انا خايف يعني من حاجه، انا بتكلم بقى بلغه الناس، يقول لك العسل يا عم، كلمه مغشوش دي اكبر كلمه بتقال على العسل. طب هو اشكال غش ايه؟ والعسل اللي مغشوش جاي منين مغشوش؟ يعني هو العسل العبوه اللي قدامي دي بعرف ازاي مغشوش مش مغشوش؟ ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، احنا قبل ما نستلم اي عينه عسل بنحللها، واحنا عندنا خبراء تذوق الحسي. بمعنى ان هو كل نوع من انواع العسل ليه تذوق، وعندنا خبراء قاعدين في الاستلام ان هو يشوف المذاق يتماشى، يشوف التحاليل يطابق المواصفه القياسيه بالعسل ولا لا. لكن موضوع غش العسل ده موضوع اخر بقطاع اخر، ملوش علاقه لا بالنحل ولا بالنحالين. لكن هي شيء موازي ملوش علاقه. يعني الراجل الطيب ده هو بيعرف يتذوق العسل ويعرف يقول بخبرته. احنا عندنا الاستلام والتجهيز ليه فريق، استلام العسل بالتذوق الحسي ليه فريق، المعمل ليه فريق اخر. يعني كل واحد عنده متخصص. مهمه معينه علشان المنظومه تكمل ونكون في النهايه نقدر نكون سفراء لمصر خارج مصر. وصلنا لصاله التعبئه، قول لي بقى الخطوات عشان نوصل للعبوه دي. بنستلم العسل زي ما حضرتك شايف في انابيب ستانلس ستيل، متوصله باماكن كتير جدا من التنكات. التنكات دي عباره عن كل تنك من التنكات دي بيشيل مثلا في حدود 5000 كيلو نوع معين من انواع العسل. انواع، عندك انواع ايه؟ عندنا 9 انواع من العسل، تبدا بعسل الموالح او الحمضيات. عندنا عسل البرسيم، عندنا عسل البردقوش، عندنا عسل اليانسون، عندنا عسل الشمر، عندنا عسل السدر المصري، عندنا عسل الاعسال الخارفيه زي عسل القطن والسمسم، عندنا عسل اليانسون والشمر وحبه البركه، عندنا عسل كتير، عندنا عسل الموز، عندنا اعسال تنتج في الخريف من مناطق متنوعه على اطراف او على المساحات الجديده اللي استصلحت، زي المليون ونص فدان بننتج منها دلوقتي نوع من انواع الترفه او الاسل، وده نوع كان ما كانش موجود عندنا سابقا لان النحاله ما كانتش بتاخد المسارات الجديده. فبالتالي النهارده لما بيكون عندنا استصلاح جديد، لما بيكون عندنا اماكن جديده، الفرصه انك انت تشتغل عليه تعمل بتخلق مسارات جديده للنحاله المصريه. وبتزود عندنا في القطاع اعداد التربيه والامور دي كلها. فعندنا انواع عسل كبيره جدا تضاهي بل افضل مليون مره من اجود انواع العسل اللي احنا بنقول عليها ان هي يعني افضل انواع العسل بالعالم. بالعكس، احنا في مصر عندنا نوعيات من العسل. ايه افضل نوع عندنا؟ كل انواع العسل. ده عبوه قد ايه؟ كيلو ولا نص كيلو؟ دي عبوه 1 كيلو. 1 كيلو. كل انواع العسل، كل عسل ليه ميزه تنافسيه. يعني عسل البرسيم غني بالنيتروجين، عسل الموالح نسبة فيتامين سي فيه أقوى. عسل السدر أو عسل اليانسون مضادات الأكسدة فيه قوية. يعني كل نوع من أنواع العسل يرجع للزهرة ويرجع لفايدة الزهرة. والنكهة اللي احنا بنتذوقها في بتاعة الموالح غير السدر غير كذا، ده نتيجة انه الرحيق اصلا جاي من الزهرة دي ولا في مكتسبات لل؟ لا لا لا، دي مهمة جدا. ما فيش اي مكتسبات، اي اضافة، لا خلط ولا مكتسبات ولا مكسبات طعم ولا اي اضافات. أيوة. في العسل الطبيعي بيتم اضافتها كل اللي كان كل الالوان اللي موجودة في العسل الطبيعية، النكهات او الطعوم اللي موجودة في بعض انواع العسل المختلفة زي البرسيم والموالح وعسل السدر، فهي طعوم طبيعيه ترجع لاصل الزهره نفسها. لكن لا يضاف اي تدخل صناعي. العسل الطبيعي لا يقبل اي اضافات، لا يقبل. وبيبان في الاختبارات طبعا، في اول اختبار عندنا بيبان الالوان الصناعيه وبيبان الاضافات واي شيء بالذات، وبالتالي بيتم رفضه تماما. وما يتعاملش كمان المصنع عندنا، ما يتعاملش تماما مع هذا الشخص. يعني بلوك. هنا عملية التعبئة والتغليف بتتم بالمراحل دي. دي الماكينة بتعبي دلوقتي، ده نوعية عسل البرسيم اللي هو فاتح اللون. بتعبي تغطي وبتاخد بالظبط الكمية اللي احنا عايزينها بالظبط، 1 كيلو او زي ما انت عايز. وبعدين تغطيه اوتوماتيكيا، وبعد كده ياخد الليبل بتاعه ويعدي على الاسكان من هنا الاول، وبعدين ياخد الليبل هنا زي ما حضرتك شايف. وبعدين هنا ياخد السليف
اللي هو الامان. اه يعني على اساس ان حضرتك لما تيجي تفتح العسل تكون اول واحد فتح. كده خلاص أول بدون المشاريع. احنا حضرتك من اول ما اشتغلت لحد الان مفيش ايد بتلمس العسل. انا خدت بالي مفيش مفيش ايد بتلمس العسل نهائيا، لذلك انت اول واحد لما تفتح البرطمان اول واحد تلمسه. دي تقنيات حديثة طبعا في عالم تربية النحل، بنحاول نعرف كل النحالين عليها وبنحاول نوجه النحالين ليها كمان. ده كان تحد نحالين عرب. طبعا طبعا. واحنا سمعتنا في الـ في الـ في النحل والعسل في مصر في المنطقة ايه؟ احنا من اولى الدول في الشرق الاوسط انتاجا لعسل النحل وتصديرا له. يعني ال 3000 طن اللي احنا مصر بتصدرهم، واحنا بنحاول دلوقتي نفتح اسواق جديده بالتعاون مع الحجر الزراعي والحجر البيطري ووزاره الزراعه المصريه، ان احنا نفتح اسواق جديده. لكن احنا وضعنا على الخريطه احنا رقم واحد في الشرق الاوسط او على الاقل في الدول العربيه، ورقم واحد عالميا في تصدير طرود النحل، هو منتج من منتجات تربيه النحل العسل. طيب انا احنا قلنا بنصدر 1.25 مليون طن تقريبا او صدرنا السنه اللي فاتت. ده مش بيؤثر على الشغل عندي؟ كان اولى ان انا اربي الطرود دي واعمل انا اطلع عسل. يعني هو احنا عندنا مصر ربنا حباها بموقع متميز ما بين دول العربيه، فعندنا الشحن ميسر جدا لكل الدول العربيه. المناخ كان عندنا في مصر، المناخ سابقا كان عندنا في مصر مميز جدا، بحيث ان هو كان عندنا طرد النحل بيطلع في فتره مبكره جدا من العام اللي هي شهر يناير وفبراير. فبالتالي بيكون في طلب من باقي الدول العربيه او باقي دول العالم على طرود النحل المبكره. مصر بتستغل هذه الميزه وبتخلي طرد النحل ده منتج من منتجات الخلايا. ولكن احنا في الفتره الاخيره حبينا نعمل اضافه او قيمه مضافه للمنتجات، بمعنى ان احنا بدل ما نصدر طرود ننتج عسل، ننتج حبوب لقاح، ننتج غذاء ملكات، ونعمل له قيمة مضافة للعسل لحبوب اللقاح زي المستحضرات التجميل، المنتجات الدوائية، المصانع اللي هي بتشتغل على منتجات نحل العسل أو الهيلثي فود. احنا دلوقتي في أشد الحاجة اللي احنا بنوجه النحالة المصرية ان هي تعمل قيمة مضافة للمنتج بتاعها. عندنا منتج من منتجات نحل العسل اللي هو سم النحل، ده منتج واعد جدا عليه ابحاث علميه كبيره جدا وكتيره جدا، بيستخدم في الادويه بيستخدم في الادويه وفي علاج بعض الامراض. والنهارده احنا نتبع الخطوات العلميه، بنؤكد للنحال ان هو يمارس كل شيء طبقا للخطوات العلميه او الاساتذه العلميين عندنا في وزاره الزراعه او في الجامعات والاكاديميات المصريه، لان العلم النهارده هو القادر او الوحيد القادر على نقلنا من مكان لمكان اخر. فعشان اعمل قيمه مضافه للمنتج اللي انا عايز اعمله لازم اكون عندي علم كويس قوي. احنا سابقا كنا بالفعل كنا بنصدر طرود النحل، لكن النهارده ممكن يكون عندنا مشاكل كبيره جدا بتواجه القطاع، فبالتالي احنا عايزين نضيف قيمه مضافه للمنتجات علشان النحال ما يقفش. إذا كان عنده منتج وقف في التصدير ما يقفش في باقي الأمور، فبالتالي يستمر القطاع ويكون في ازدهار وتقدم. الماكينة هنا بتحط الليبل أوتوماتيكيا عشان برضو محدش يلعب زي ما هنا كده شايف حضرتك، أنت شفته داخل بدون طلع بالليبل بتاعه. وده طبعا علشان برضو نقلل عملية الاحتكاك ما بين العامل العنصر. ده ايه يا باشمهندس؟ دي فكره جديده عملناها بديل للسكر، هو عسل نحل طبيعي. تمام، عملناه على هيئه معلقه، بتحضرتك بتشيل الكفر وتحطه، بدل ما تحط معلقه سكر على الشاي او اللبن او العصير هتحط معلقه عسل. طبعا العسل هنا 7 جرام عليه طبعا نسبه الكالوري وعليه كل شيء عشان الدايت، عشان الصحه العامه، عشان ما تستخدمش السكر وعشان ما تستخدمش عسل كتير والحاجه الاهم ان انا دلوقتي بحاول ازود ثقافه استهلاك العسل. احنا عندنا ثقافه استهلاك العسل في مصر ثقافه قليله، لا يتعدى الفرد العربي اكتر من 200 جرام عسل، فبالتالي في عبء كبير عليه 200 جرام 200 لا يتخطى ال 200 جرام مقارنه المقررات العالميه من 500 ل 800 جرام في السنة للفرد في السنة
فالثقافة عندنا ثقافة قليلة، فبالتالي في عبء كبير جدا على المصنعين، على النحالين ان هم يعملوا ابتكارات جديدة يزودوا بيها ثقافة استهلاك العسل. ده نوعه ايه العسل ده؟ ده عسل البرسيم علشان عديم الطعم والرائحة. هو ده عسل، ده العسل. تمام. تقدر تحطه على المشروبات، على اي شيء، وعلى اعلى مستوى من الجودة وبمراقبة صارمة. ده برسيم عسل البرسيم. عسل البرسيم هو احنا ليه بنحبزه في المعلقة؟ علشان هو ما بيضيفش اي طعم اخر او اي نكهة اخرى مع المشروب اللي حضرتك فمحايد يعني طعم محايد. ودي احد اسباب، يعني احد انواع انتشار ثقافة استهلاك العسل. عندنا كمان في اتحاد النحالين العرب بنعمل مهرجان تذوق العسل المصري. بنجمع النحالين كلها، كنا موجودين هذا العام الماضي في قاعة المؤتمرات الدولية، اللي عامل قبله كنا موجودين في حديقة الأرمان. كل النحالين بتيجي، اللي بيعبوا العسل بيجي يتعرف على أنواع العسل. المجتمع المدني أو المستهلك بيجي يتعرف على كل أنواع العسل المصرية. نوع من التثقيف، نوع من التثقيف ونوع من التذوق. كل النحالة بتعمل مهرجانات للتذوق مجانية علشان المستهلك يقدر يفرق ما بين كل نوع عسل والآخر، وفي نفس الوقت يقدر أقدر كاتحاد أساعد النحال إن هو يزود مبيعاته، وفي نفس الوقت أقدر أساعد المستهلك إن هو يبحث عن المصدر الصحيح في إن هو يجلب عسل طبيعي 100% إنه يتعامل مع النحال. طبعا هنا الامر ده بيتم للتصدير او لتصدير العسل للخارج. ده تصدير ده برميل 300 كيلو بلك بيتم تصديره لبعض الدول العربية وبعض دول شرق اسيا، ويعني بنحاول دلوقتي مع الاتحاد الاوروبي نفتح اسواق واماكن تانية. العسل بتاعنا ليه سمعة كويسة برا؟ العسل بتاعنا سمعته في كل مكان راح يتصدر ليه سمعته جيدة جدا جدا جدا، لانه طالما بيجتاز الاختبارات الدوليه والاختبارات العالميه فما عندكش اي مشكله. ولكن احنا نحتاج ان احنا نفتح اسواق اكتر، لان احنا عندنا بالفعل انتاج يستحق. ده عمليه التعبئه في البلك اللي هي للتصدير لبعض الدول. وصلنا فين بقى هنا؟ هنا عملية التعبئة النصف آلية. لما بيكون عندنا نوعيات من الأعسال مطلوبة للعميل أو لحد بكميات بسيطة ما بنعبيهاش بالماكينة اليدوية. مش آلي. مش بالكمبليت آلي يعني. لكن نقدر نعبيها نصف آلية. ده برضو عسل البرسيم. ده عسل برضو البرسيم. وهو أشهر أنواع العسل المصرية. ولذلك هي الاستهلاك أو 90% من الاستهلاك بيكون على عسل البرسيم. لان هو المتعارف عليه في السوق المصريه، وهو الاكثر انتاجا هو الاكثر انتاجا عشان بنزرع برسيم كتير ولا النحل عشان عندنا مساحات كبيره جدا من البرسيم في المراعي، وعشان زهره البرسيم هي اكثر موسم بالنسبه لنا بياخد امتداد. لكن كل ده عندنا زي ما حضرتك قلنا قبل كده التحديات اللي موجودة والكلام ده شيء مهم جدا ان احنا نشتغل عليه، علشان النحال دلوقتي عنده اهم شيء ان انت تطوره عشان يفضل يستمر في القطاع نفسه. أثناء هذه الجولة التقينا مع إخوة من الجزائر كانوا قد استوردوا مجموعة أو كميات من العسل من مصر، وجاءوا مرة أخرى للتعاقد على كميات جديدة. خليني يعني بالصدفة يعني خليني أشوف وأرى وترون معي يعني قصة استيرادهم ورأيهم في العسل المصري. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ. قول لي حضرتك، عرف نفسك. معك عبد الرزاق عبد القادر دبوب من الجزائر.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بك ان شاء الله. احنا يعني مبسوطين كثير يعني من المنتوج المصري يعني. ازاي انتوا كيف وصلتوا الى انه في عسل مصري في هذا المكان؟ احنا وصلنا على بناء على يعني قمنا بعده يعني معارض دوليه في اسبانيا وفي كندا عن طريق المعرض، وكانت صدفة جمعنا بها ربنا سبحانه وتعالى أن الحق فتحي قام بمعرض في الجزائر في الجناح المصري في المعرض الإنتاج الدولي الذي تقوم به الجزائر يعني كل سنة، وإحنا مع الجناح الفرنسي مع صدفة رأينا عبوتك وقلنا معليش نشوف يعني نقرب نختبرها نشوف يعني زي ربما يكون عسل زي الناس يعني عادي هكا. وشفنا العينات يعني حتى الدوق يعني كما يقول يعني اول مره تشوف حكت زي قصه حب يعني الدوق هذا ابهرني، ما شفتوش في الدوق الاوروبي يعني ما شاء الله يعني عنده طعم خاص يعني. وشفت عنده كثير من الناس قاعدين يعني رايحين يجوا، وبقيت كمان مده كثيره وانا قاعد استنى يعني شوف يعني لما يكون عندي فرصه يعني حد معه ونشوف يعني. حتى الاستاذ قال كي يتكلم كنت نلاحظ يعني من ملامحه ان الاستاذ يعني يعي ما يقول وكلامه يعني مبني على اسس يعني علميه يعني اسس كما نقولوا يعني بروفيشنال يعني أوكي. مش يعني اي نحال يعني اي كلام يعني هكا. وهذا بحكم ان متابعتنا يعني في الدول الاوروبيه وده درنا خبره يعني كنا نبحث. وانتم خبره في العسل؟ احنا خبره يعني من احنا في التجاره. احنا في التجاره احنا خصصنا يعني التوزيع التعبئه والتوزيع ولكن نبحث عن الجوده يعني والجوده هي اهم شيء احنا ما يهمناش يعني. واكتشفتوا ان العسل اللي كان معروض في المعرض في الجزائر ما شاء الله يعني كان عظيم عظيم. انت بتقول قصه حب عجبتني الكلمه عادي هي اول مره يعني اول نظره يعني هي كي تشوف يعني العبوه وتشوف اللون يعني يجبدك فيها 40-50% يعني يقدبك ولما تذوق يعني تتاكد كونفيرميشن تاخذ قرار. طيب خليني اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. استاذ عبد الكريم محمد بريكسي من الجزائر شريك الاخ عبد الرزاق. اهلا بكم. الله يسلمك. زي ما قال احنا يعني تعرفنا على الاستاذ فتحي في المعرض الدولي الجزائري في الجناح المنتجات المصريه، واحنا يعني زي ما قال انبهرنا بالعسل والذوق والجوده والنوعيه وخاصه نوعيه الاستقبال من الاستاذ فتحي، يعني كان اعظم استقبال لنا وعزمنا نيجي على المصنع هنا في مصر ولبينا الطلب. جينا بعد كده هنا على مصر وشفنا يعني الجودة وكيفية الانتاج والمنتوجات وحتى يعني شفنا حاجة عنده انه يتابع يعني جودة العسل من الاول للاخر، يعني من النحال حتى يعملها في التنكات ويصدرها للخارج. وهو يعني بحكمه رئيس اتحاد النحالين العرب ده يعني طمأن أكثر لأنه يعني عنده خبرة كبيرة في الميدان من سنة 1950. الرقم ده يعني قدبنا يعني كثير الرقم ده لأنه مش من السهل في الوقت الحالي إنك تبقى تشتغل في نفس الشغل. قل لي العسل المصري اللي انت شفتوه وحبتوه زي ما قال لي الأخ حب من أول نظرة فين في السوق يعني مقارنة بباقي الأسواق وباقي الأعسال ايه مستوى ايه؟ لا هو يعني فرصه يعني واعده. لا هي مش فرصه واعده، لا هو يعني لازم له يكون نمبر 1، ما يلزمش يكون في مرتبه ثانيه يعني. احنا العسل المصري لان رحنا شفنا مصانع في اسبانيا في ايطاليا في 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 بلغاريا في عده بلدان، بس الجوده اللي وجدناها هنا في مصر بعد التحاليل مش يعني جوده بس بالذوق، اخذناها وعملنا تحاليل يعني بريميوم كواليتي، ما فيش حاجه يعني ما فيش عسل اخر يعني حيمكن ينافس العسل المصري، وخاصه العسل المصري في يعني في الاصناف التنوع دي حاجه. إيه احسن عسل احسن نوع؟ احسن نوع انا بالنسبه لي هو البردقوش، يعني بحب البردقوش كثير، لكن في اعسال اخرى يعني مش ما توجدهاش يعني في انحاء اخرى في العالم، وده التخصص اللي بيدي العسل المصري التميز يعني. وفي اسواق انتم فتحتوها في مكان خارج الجزائر
العسل المصري؟ لا لسه، بس ده يعني في اهدافنا من ضمن المخطط التجاري بتاعنا على سنه ولا سنتين، لاننا مش يعني احنا اخذنا قرار انا وشريكي اننا مش حنستورد عسل اخر من غير العسل المصري، حتى يكون يعني التميز لمنتوجاتنا هو الجودة اللي اخترناها في العسل المصري، لأنه البحث ده مش بحث يعني من كم شهرين أو ثلاثة، بحث 5 سنين حتى أخذنا قرار إننا نشتغل بس على العسل المصري. لو ما فيش عسل مصري حنوقف الشغل إن شاء الله. متوقف إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.